اوكي يا شباب، اعتقد ان احنا دلوقتي نبدا انا بدات التسجيل بتاعنا للمحاضره علشان لو حد جه متاخر يقدر ان هو يتابعنا على طول، واخلي الشاشه بتاعت البارتيسيبنتس دي جنبنا كده في الجنب اذا احنا ما احتاجناهاش، هنحاول ان احنا نقللها شويه ولا حاجه زي كده. يلا خليكم معايا بقى. الناس تفتكر ان احنا المره اللي فاتت بدانا في شابتر 3. شابتر 3 ده من الشباتر المهمه قوي لانه موجود فيه ديسكرايبنج للداتا بتاعتنا. احنا خدنا تاني، الناس تحاول تراجع معانا كده، ان احنا في الشابتر نمبر 1 خدنا مجرد مجموعه من الديفينيشنز ومعرفه عامه ايه هو الكورس بتاعنا، بيتكون من ايه اللي احنا بنعمله فيه، ده اللي احنا خدناه في شابتر 1. رجعنا على شابتر 2 خدنا الستيب نمبر 2 بعد ما انا كولكتد الداتا وموجود عندي في سبريد شيت او موجود عندي الاوت كم بتاع السامبل اللي انا خدتها في وات ايفر نوع الداتا اللي انا بحاول اجمعه، وصلني صنفت الداتا انها كوانتيتيف داتا وانها كواليتيف داتا. مجرد ما الداتا دي بقت موجوده معايا شفت السيوتابل ديسبلاينج ميثود وطبقتها، سواء اذا كان بعمل بار تشارت عرفت خدت خلفيه يعني ايه باي تشارت، ازاي بقدر اعمله فريكوينسي بوليجون ايه هو، خدت برضو خلفيه بسيطه ازاي اقدر بعد ما بعمل فريكوينسي ديستريبيوشن تيبل ازاي اقدر على طول اشوف لو انا حبيت ان انا اجيب probabilities بسيطه عن طريق الفريكوينسي او شيء من هذا القبيل. شفنا ده بالنسبه لشابتر نمبر 2. بدأنا في الأسبوع اللي فات بعد ما خلصنا شابتر 2 تماما، بدأنا في الجزء اللي هو بتاع الديسكرايبنج داتا. الجزء بتاع الديسكرايبنج داتا ده طبعا ريليتد للداتا الكوانتيتيف. احنا الناس تفتكر ان انا عندي كواليتيتيف داتا وعندي كوانتيتيف داتا. الكوانتيتيف داتا تاني كمان مره هي كل انواع البيانات اللي يمكن ترجمتها بارقام زي الوزن زي الطول زي السبيد زي الكرنسي زي وات ايفر. يبقى دي الداتا اللي انا بقدر اترجمها لارقام. اتكلمنا على موضوع خلاص اوكي عرفت ده. اتكلمنا ان الديسكرايبنج داتا او الشابتر اللي احنا موجودين فيه بنتكلم فيه على ميجرز اوف سنترال تندنسي، وده احنا بدأناه الاسبوع اللي فات، وميجرز اوف فاريابيليتي. النهارده هنكمل على ما احنا واقفين. خلينا نفتكر كده ان اول حاجه احنا خدناها الاسبوع اللي فات كان الميد رينج اللي هو الاختصار بتاعه ام ار، وده كان مقياس الهدف منه ان انا اوصل لجادجمنت سريع على البيانات بشكل سريع قوي، يعني بحيث انه ما ياخدش مني مجهود كبير. وقلنا ان الميد رينج كل اللي انا بعمله بدور على اللوست فاليو بلس الهايست فاليو، او بجيب اللور باوند بتاع الداتا واجيب الابر باوند بتاع الداتا اجمعهم على بعض واقسم على اثنين. بالعربي بنقي اكبر قيمه واقل قيمه في البيانات لو هي ديسكريت او انجروبت. يعني ايه انجروبت؟ يعني البيانات مش معمول لها جدول. بطبق القانون اللي احنا شايفينه قدامنا، اكبر قيمه اقل قيمه اجمعهم على بعض واقسم على اثنين. اشهر العيوب بتاعت الام ار إنه هو بيتأثر بشدة بالقيم الحرجة. Actual هو القيم الحرجة فقط هي اللي داخل العينة. طبعا بقية البيانات بتاعت العينة ازاي متوزعة، هل هي أقرب لللور باوند أو أقرب للهاير باوند، كل ده مش في الحسبان. يبقى إذن ده العيب الكبير قوي قوي بتاع الMR، إن هو greatly affected by extreme values. طيب إيه الأدفانتجز بتاعت الMR؟ ميجر سريع ما بتبذلش فيه مجهود، فدول الميزه والميزه الكبيره قوي بتاعته والعيب قدام. طيب لو انا عندي جروب دي داتا، جروب دي داتا يعني البيانات اللي متفصله في جدول. طيب ازاي اقدر احسبه؟ الامر سهل قوي. باخد اللور ليميت، باخد اللور ليميت بتاع الفيرست انترفال وباخد الابر ليميت بتاع اللاست انترفال اجمعهم على بعض واقسم على اثنين. وهنشوف دلوقتي واحنا بناخد مثال. يبقى انا باخد الحد الادنى بتاع اول فتره زائد الحد الاعلى بتاع اخر فتره اجمعهم على بعض واقسم على 2، هو ده الام ار بالنسبه للجروب داتا. ده الميجر ده خدناه المره اللي فاتت وهو من الميجرز اوف سنترال تندنسي. انزل معايا كده. الميجر اللي بعديه ايوه ياسر ولا يسر؟ ايوه يسر معايا. طيب الميجر اللي بعد كده اسمه الاريثماتيك مين. الاريثماتيك مين ده الاشهر على الاطلاق،
اشهر ميجر من الميجرز بتاعت السنترال تندنسي هو المتوسط الحسابي او الاريثماتيك مين، اللي هو عباره عن اكس بار بيساوي سيجما اكس اي ديفايدد باي ان، يعني بجمع الارقام كلها على بعضها وبقسم على العدد الاجمالي. حاجه سهله جدا جدا جدا. طبعا بالنسبه للان جروب داتا اللي هي مش موجوده في فريكوينسي ديستريبيوشن، مش موجوده في جدول توزيع او جدول تكرار، بجمع الارقام كلها على بعضها وبقسم على العدد الاجمالي بتاعها. لو انا في حاله الجروب داتا، لو انت واخد بالك ده القانون بتاع الان جروب، قانون الجروب ده كل اللي بيزيد عليه ان قدام الاكس اي بزود اف اي، حيث اف اي هو عباره عن الفريكوينسي اللي موجود عندي. يبقى اذا في حاله الجروب داتا بزود اف اي فقط مضروب في اكس اي. تمام، 100 100. يبقى اذا انا جبت اكس بار هو عباره عن سيجما اكس اي على ان بالنسبه للجروب داتا. اوكي، بقول اف اي في اكس اي، الكلام ده مقسوم على ان. طيب السؤال، مين هي الاكس اي ومين هو الاف اي؟ الاف اي ده التكرار بتاع كل فتره. طيب مين هي الاكس اي؟ الاكس اي اللي هي الكلاس مارك بتاع كل فتره من الفترات اللي موجوده معانا. يبقى اذا انا عرفت ان الاكس اي ده ميد بوينت او الكلاس مارك. طبعا الان هو عدد العينه. ازاي بجيب عدد العينه؟ عدد العينه هو سيجما الفريكوينسيز اللي موجوده عندي في الفريكوينسي تيبل. لاحظ ان كل كلمه انا بقولها لك انا ممكن اجيبها مالتيبل تشويس او رايت اور فولس او ترو اور فولس. فارجوك حاول انك الحاجات الصغيره تحاول انك تجمعها معايا، وانت معاك المحاضره تقدر تعيدها اكتر من مره بحيث ان يبقى الامور كلها واضحه بالنسبه لك. تاني بكرر، يعني ايه الان؟ الان سيجما اف اي. دايما السامبل سايز في حاله الجروب دي داتا هو مجموع التكرار، فخلي بالك من الجمله دي. طيب قبل ما انزل في الجديد، لغايه ما انا واقف كده هل في مشكله عند حد؟ هل الناس كلها اوكي؟ في اي حاجه مش واضحه؟ هناخد وانا ببدا مثال دلوقتي، هفكرك تاني باستخدام القوانين دي، بس اتليست فور ذا تايم بينج، هل في اي مشكله مع اي حد؟ تمام. احمد دكتور، انا عندي سؤال. هو الان يعتبر هي الارقام اللي تحت دي كلها اللي هو كام رقم اتذكر في الجروب ده؟ يعني ايه تاني كده؟ الان اللي حضرتك بتتكلم عليها، ايوه، هي يعتبر اللي هي 3.2 وال 4.5 واللي هي الارقام دي كلها بشوفها. لا 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 لا، الان عدد الارقام، يعني لو عندي مجموعه من البيانات الان دي عددهم فيها 8 ارقام، الان ب 8، الان ب 8، ايوه. لكن في حاله الفريكوينسي، طب بس ثانيه وانا هخش على مثال اهو، ثانيه واحده بس. يعني اول فضل. مثال انا هخش فيه هجيب الكل. فضل. اوكي ماشي. طيب في حد تاني له استفسار بالنسبه للقوانين؟ انا عندي سؤال. لا، هو القانون بالنسبه للادفانتج والديس ادفانتج، هي ممكن تيجي في الامتحان؟ ولو تيجي هتيجي مالتيبل تشويس. ده مش هزار، في نقط فيها غايه في الاهميه. زي مثلا على سبيل المثال هيقول لك يقول لك ده ام ار. انا طبعا بفكر بديك حاجه مثال سريع، يعني مش ان هو هيجي لك في امتحان ولا اي حاجه، انا بس بدي مثال سريع. يعني مثلا اقول لك ان الام ار one of the advantages of the MR ان هو it can be computed for open end distributions, it's not affected by extreme values, it's easy to evaluate, some samples may have more than MR. اقعد فكر في الاربع جمل اللي انا قلتهم لك او في الاربع statements اللي انا قلتهم دول، هتلاحظ وهيبان قدامك ان في ثلاثة فيهم مش مظبوطين وان واحدة بس فيهم هي اللي مظبوطة. هتروح مختارها علم عليها easy to evaluate. بس كده. طبعا العملية ابعد ما تكون ان هيبقى في حاجة مثلا، يعني حاجة عشان تلخبطك او لا 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 لا، انا بس يعني بعمل statement ان انت خلاص قريت الجزء ده كويس، عرفت المعاني بتاع الادفانتجز والديسادفانتجز، لانها هي الطريقه الوحيده اللي انا بختار بيها السيوتابل ميجر بالنسبه لي. يعني حضرتك فاهمني؟ تمام. اوكي كده انا جاوبتكم يا شباب؟ اللي كان بيسالني يوسف باين. طيب لا انا تمام يا دكتور.
طيب خلاص كمل بقى معايا تاني كده، انا هبدأ اخش على الجزء اللي بعد كده، الجزء الجديد بتاعنا. يبقى اذا احنا عرفنا المين والام ار، بتالي احنا لسه نبدأ من اول الميديان ده، ما قلناهوش المره اللي فاتت. يعني ايه الميديان؟ الميديان اللي هو الام دي، الميديان هو عباره عن رقم موجود في منتصف العينه، تعريفه هو فاليو بيقع فوقيها نص العينه، او هي الفاليو اللي تحتها 50% من العينه، ممكن كلا التعريفين. الفكره بتاعت الميديان ان انا بعمل رانكينج، ترتيب للارقام من الصغير للكبير، والميديان هو الرقم المتوسط في وسط القراءات دي. فلو جيت تبص على الديفينيشن بتاعه بيقول a median is defined as the numeric value separating the higher half or the upper half of the data or of a sample. لو انا عندي small population او عندي very large population، المين ممكن ما يبقاش representative قوي، لكن لو قدرت ان انا ارتب البيانات بتاعتي بيبقى الميديان بالنسبة لي شيء مهم قوي، واقدر استخدمه زي ما انا عايز كmeasure of central tendency. طيب ازاي هقدر احسبه؟ ازاي اقدر احسب الميديان؟ هتكلم عليه الاول بالنسبه للانجروبد داتا. بالنسبه للانجروبد داتا، خليك معايا كده ثانيه، كل اللي بيحصل ان انا برتب البيانات بتاعتي من الاصغر للاكبر، بمشي بالبيانات من الصغير للكبير. بعد ما برتب البيانات بتاعتي بشوف العدد بتاع الداتا، العدد بتاع العينه. العدد ده لو هو فردي، لو العدد ده فردي، يعني لو عدد العينة 9 مثلا، هزود على 9 دي 1، الواحد ده مني أنا، 9 بلس 1 هخليه even number، بعدين أقسم على 2. يبقى مثلا لو عدد العينة 9 يبقى 9 زائد 1 بقى 10، على 2 بقى 5. يبقى الميديان هو القراءة اللي ترتبها رقم 5، يعني it is the value with rank with the fifth rank، هو القيمة المناظرة للترتيب رقم 5. ده معنى كلمة الميديان. طيب اذا كانت البيانات بتاعتي ديسكريت داتا والعدد بتاع العينه زوجي، يعني العينه عددهم 10 او 12، اعمل ايه؟ ببساطه همسك العدد، او طبعا هرتبهم من الصغير للكبير، بعدين هاخد العدد اللي هو 10 ده اقسمه على 2. يبقى اذا الميديان بتاعي هو القراءه رقم 5 اجمع عليها اللي بعدها، يعني القراءه رقم 6 اجمعهم على بعض واقسم على 2، هات لهم متوسط. تعال نشوف على مسألة بسهولة قوي. الأول بص على مجموعة البيانات اللي موجودة قدام حضرتك دي، بص لها كويس، 3.2، 4.5، 8.5 and so on. الستيب رقم واحد، عدهم، عد البيانات دي. يبقى لما هاجي أعد البيانات دي هلاقي إن عدد البيانات أو عدد الأرقام اللي موجودة قدامي في الشريط ده هم 10 أرقام. regardless هم الأرقام دول بيسبورت إيه؟ او ريلاتيف لايه؟ يعني يا ترى مجموعه الارقام دي هي بتناظر مثلا اوزان، بتناظر واتيفر، يعني هل هي فلوس، هل مثلا نمبرز اوت اوف 10000 مثلا، يعني دي تبقى 47000 ده 92000 مثلا، شيء من هذا القبيل، واتيفر هم ايه. المهم ان دول 10 ارقام. طيب هحسب الميديان بتاعهم ازاي؟ على طول هبدا الترتيب. يبقى اذا هرتب من الصغير للكبير، امشي كده اشوف اصغر قيمه فيهم بكام، ب 2.2، الاكبر منها يبقى 2.6، الاكبر منه يبقى 3.2، الاكبر منه 4.5 and so on. ارتبهم. بعد ما رتبتهم همسك الرقم بتاع عددهم، هم عددهم هنا 10، ال 10 دي even number، عدد زوجي، اقسمه على 2. يبقى 10 لما اقسمها على 2 يبقى 5. يبقى انا عايز القراءه او الاوبزرفيشن نمبر 5، هزود عليها الاوبزرفيشن نمبر 6، اجمعهم على بعض واقسم على 2. اللي ما خدش باله، انا هنزل اهو ثانيه، شوف انزل سنه كده، ادى الجدول بتاعي. انا رتبت من الصغير للكبير، عدد البيانات اللي موجود عندي 10 ارقام، نص ال 10 كام؟ 5. لذلك مشيت في الترتيب لغايه القراءه رقم 5 اللي هي 4.7، هجمع عليها اللي بعدها اللي هي 6.3، واللي يطلع قسمه على 2. يبقى الميديان هنا 4.7 بلس 6.3 الاوتكم اقسمه على 2، يبقى الميديان بالنسبه لي 5.5. لغايه كده في مشكله مع حد؟ ها؟ لا، اي حد عنده استفسار؟ طب يا دكتور معلش عندي سؤال، لو هم 9 ارقام هيبقى الميديان 4.7؟
لو هم 9 ارقام هيبقى 4.7 more than perfect. يعني من الاخر لو الرقم اللي هو الرقم اللي هو 9.2 ده مش موجود كان هيبقى الان ده بتسعة. التسعة دي ازود عليها واحد. تسعة زائد واحد تبقى بكام؟ عشرة. عشرة على اتنين يعني الخامس. اخش على القرار الخامسة اللي هي 4.7. طب مش حضرتك كنت قلت يا دكتور اللي هو لو تسعة زود واحدة و... ما هو تسعة انا زودت واحد. ما هو تسعة زائد واحد هيبقى عشرة. العشرة اقسمها على اتنين يبقى القراءة يبقى الميديان الخامس. يبقى لو انا عندي 9.2 ده مش موجود الرقم ده مش موجود اصلا هروح داخل في الترقيم ده لغاية الخامس يبقى الميديان بتاعي 4.7 فقط. معايا يوسف؟ تمام يا دكتور. طيب لو هو عددهم 10 لا استنتظر يا يوسف انتظر يوسف استنى شوية. بص كده هم دلوقتي عددهم 10 تاني هعيد اللي انا قلته ده تاني. هم المسألة دي في اصلها دلوقتي عددهم 10. 10 ده عدد زوجي. بعد ما رتبت همسك ال10 دي اقسمها على 2. ال10 دي اقسمها على 2. 10 على 2 بكام؟ بخمسة. 5. يبقى انا هخش على الترتيب عند القراءة الخامسة. فين الرقم اللي ترتيبه خامس؟ اللي هو 4.7. همسك 4.7 واجمع عليه الرقم اللي بعده. يبقى 4.7 زائد 6.3. الاثنين دول اروح اقسمهم على 2. يبقى انا هقول 4.7 زائد 6.3 اجمعهم على بعض واقسم على 2. انا كده جبت الميديان. طيب السؤال دلوقتي لو هم عددهم ما كانش 10 لو عددهم كان 9 فقط اعمل ايه؟ يعني ايه عددهم 9؟ يعني الرقم اللي هو 9.2 ده مش موجود معايا اصلا مش راكب معانا. طيب اروح جاي قايل 9 اللي هو العدد اللي موجود في المساله هزود عليه 1 يبقى 9 زائد 1 بعددهم 10 اقسم على 2 يبقى هو الرقم رقم 5. هو القراءه رقم 5 اللي ترتيبها 5. اروح داخل هنا لغايه 5 اللي هي 4.7 ستوب مش مطلوب منك اكتر من كده. انا كده جبت الميديان. هل وضحت؟ هل في اي استفسار؟ لا تمام الحمد لله تمام. طيب عايز اسالك عايز اكمل نقطتين اتنين جاست زاك. حد يقدر يجيب لي الام ار لو سمحتم من فضلكم؟ خلي يبقى 2.2 plus 9.2 over 2 9.2 over 2 يا جماعه الدكتور ساكت ولا ده نت عندي؟ هو انا مش سامع حاجه. الدكتور ماشي الدكتور ساكت افتكرت النت فصل والله الحمد لله. دكتور
هو لسه يا جماعة الصوت قاطع؟ اه انا مش سامع. دكتور ساكت. كده تمام؟ تمام. طيب انا متاسف جدا، اصل هو المشكله ان المايك اللي معايا ده في كنترولر له تاني جنب ايدي، فواضح ان انا دوست عليه غصب عني، متاسف جدا. انا بقى قعدت اندهكوا ما عادش يرد عليا، قلت الله ايه اللي حصل. طيب تاني شباب، عايز احسب الام ار اعمل ايه؟ اشوف اكبر رقم واصغر رقم وبعد كده اجمعهم على بعض واقسم على اتنين. لا 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 لا, لا, لا. استنى، انت ليه رحت يمين وشمال؟ هعيد تاني اهو. انا دلوقتي عايز احسب الام ار، هي نوع البيانات دي ايه؟ البيانات اللي معايا دي نوعها ايه؟ كوانتيتيف. البيانات دي كوانتيتيف وان جروبد. ان جروبد، يبقى ادور على اكبر قيمه واصغر قيمه، اجمعهم على بعض واقسم على اتنين. اتفضل. اكبر رقم ها 9.2، اقل رقم 2.2، واصغر رقم 2.2، اجمعهم على بعض واقسم على اتنين. طيب لو سمحتوا عايز احسب الاريثماتيك مين، اعمل ايه؟ هجمع الارقام دي على 10. ايوه، اجمعهم واقسم على 10، هقول 3.2 بلس 4.5 بلس 8.5 بلس 6.3، اللي يطلع كله اروح اقسمه على 2. انا ام سوري، اقسمه على 10، يبقى انا جبت الاكس بار. هل في اي حد كده كله واضح بيتهيألي؟ ميديان ام ار والمين ازاي بقدر اجيبه كده؟ تمام تمام. هنقل على الخطوه اللي بعدها اهو. تعال معايا بقى بالنسبه للجروب دي داتا. الجروب دي داتا اللي هي البيانات اللي موجوده داخل فريكوينسي ديستريبيوشن. يعني ايه داخل فريكوينسي ديستريبيوشن؟ يعني موجوده في جدول. القانون اللي بشتغل عليه اهو ده، القانون اللي حضراتكم شايفينه قدامه اللي انا شاورت عليه اللي هو 3.5، ده القانون بتاعي. القانون بيقول L plus N على 2 ناقص cumulative frequency على النومينيتور divided by frequency denominator، والكلام ده كله اضربه، الجزء ده اضربه في الانترفال ويتس، اضربه في الانترفال ويتس. طيب انا مش عايزك تحفظ القانون دلوقتي، انا عايز نحسبه مع بعض الاول بعدين نبص على القانون. خلي بالك بقى step by step كده هنحسبه مع بعض ازاي. انزل الاول معايا، ده معنى فريكوينسي ديستريبيوشن. بصوا الجدول اللي انا كاتبه ده، دي كده اسمها جروب دي داتا. يبقى انا تاني بفكركم يعني ايه جروب دي داتا، يعني البيانات اللي تم توزيعها بالفعل على مجموعه من الكلاسز او الانترفلز، وقدام كل كلاس عدد التكرارات اللي فيه. يعني الكلاس الاولاني فيه 8، الكلاس الثاني فيه 23، الانترفال الثالثه فيها 17 فاليو اند سو اون. عايز ابدا قبل ما اتكلم في الميديان، انا عايز اتاكد ان الناس كلها فاهمه انا بقول ايه او متابعاني كويس. حد يقدر يجيب لي الام ار؟ 33 + 12 = 45 / 2 = 22.5. مور ذان بيرفكت، روعه. يوسف عمل ايه؟ راح داخل منقي اللور ليميت بتاع اول انترفال اللي هو ب 12 زائد الابر ليميت بتاع اللاست انترفال اللي هو ب 33، جمعهم على بعض وقسم على 2، يبقى 12 زائد 33 على 2 طلع له 22.5. ده كده الام ار 100 100. بيرفكت. طيب عايز اجيب الاريثماتيك مين، حد يقدر يقول لي اعمل ايه؟ الفريكونسيز كلهم بلس بعض على عددهم. بلس بعض على عددهم. نعم، الفريكوينسيز كلهم على بعضهم على عددهم. يعني ايه الفريكوينسيز كلهم على بعضهم على عددهم؟ انا مش عارف هم قالوا كده. انا مالي ومالهم؟ هو المفروض الكلاسز كلهم يعني 15 + 18 + 21. انت بتفتي ده يا فتي يا يوسف. لا، انا اول خطوه بوجدها في الـ في الـ في الاريثماتيك مين لازم اوجد الكلاس ماركس بتاعتهم. انتوا نسيتوا دي. بص، اول حركه هعملها هروح داخل على الجدول اللي انتوا شايفينه ده، هنقل الكلاسز على الكولم اللي احنا شايفينه، موجود الفريكوينسيز قدامها، بعدين بوجد الكلاس ماركس. لازم اوجد الكلاس مارك. طيب الكلاس مارك بتاع اول انترفال بجيبه ازاي؟ انا بالتالي كده الكل افتكر على طول.
هقول 12 زائد 15 على 2 اللي هو 13 ونص. انا طلعت 13.5. بعدين ازود بقى ازود 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 لغايه اخر واحده واتاكد انها صح. مجرد ما انت جبت الكلاسز اد الكلاس ماركس انا اسف اضرب الاكس اي في الاف لكل انترفال من الانترفالز دي. يعني اضرب 8 تايمز 13.5 23 تايمز 16.5 اند 17 تايمز 19.5. بعد كده التوتال بتاعهم دول كلهم التوتال هجمع ده كله واروح اسمه التوتال فريكوينسي. التوتال فريكوينسي اللي هو اسمه ايه؟ السامبل سايز. اي روعه 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 100 100. وبعد كده يطلع لي رقم اللي هو ده الاكس باف ده اللي انا عايز اجيبه اللي هو الاستماتيك مين. مظبوط كده. هل الجزء ده مش واضح مع حد ولا الكل واضح بالنسبه له؟ انا اتلخبطت في حته يعني اعمل تايمز ايه بالظبط يعني فريكوينس اعملها تايمز. انت جبت ده يوسف انت جبت ده معايا واحنا بنجيب الاكس اي. طيب اضرب الاكس اي في الاف اي. يعني هضرب 8 في 13 ونص واكتبهم هنا. هو طبعا مش موجوده في الجدول ده لان الجدول ده انا عايزه بحاجه تانية. فهضرب 8 في 13 ونص بعدين 23 في 16 ونص بعدين 17 في 19 ونص كمل 18 في 22 ونص كمل 8 في 25 ونص وهكذا. جمع بقى some all these values all together واقسمهم على السامبل سايز. مين هو السامبل سايز؟ سيجما الفريكوينسيز. يعني 8 زي 23 زي 17 اللي هو 80 يعني. تمام كده يوسف؟ ها تمام؟ تمام تمام تمام. دلوقتي بقى انا عايز اعمل ايه؟ دلوقتي يا شباب انا عايز احسب الميديان. اول خطوه في حساب الميديان ارجو ان الكل يركز معايا ولو مستر احمد موجود يشير او يقدر يعني يتكلم عشان اعرف ان هو موجود يعني ما يكونش فاتح الموبايل ومش موجود. دكتور هو الفريكوينسي بنجيبه ازاي؟ الفريكوينسي انهو الارقام دي اللي هي 8 و23 و17 دول سبورتد في راس المساله دي انا مديهم لك. شايف example 3.7 اقرا راس المساله. يوسف معايا؟ يوسف مين اللي كان بيسالني على الفريكوينسي؟ ايوه دكتور معاك. طيب اول احمد اللي كان بيسالني على الفريكوينسي. طيب في المساله دي في الفصل ده انا مدي لك الكلاسز ومدي لك الفريكوينسيز. شايف الجدول اللي قدامك ده؟ الجدول ده انا مديهولك يعني اوريدي ده عندك. انت اللي هتعمل الجدول اللي تحت ده اللي انت شايفه ده. انا بعمله المره دي عشان اوضح لك ازاي بجيب الميديان ده ليكوا للكل لسه جديد. فاول حاجه عملتها انا كتبت الكلاسز هنا وحطيت قدامها الفريكوينسيز. عشان اوجد الميديان لازم اجيب الكوميوليتيف فريكوينسي. ازاي بجيب الكوميوليتيف فريكوينسي؟ حد فاكر من شابتر 2؟ طبعا كان ببساطه بنقل ال 8 اقول 8 بلس 23 يبقى ب 31 كرر 31 بلس 17 يبقى الريزلت 48 اجمع عليها 18 يبقى ب 66 كمل 66 بلس 8 يبقى 74 وهكذا. جبت الكوميونيتي فريكوينسي اللي هو القلم ده. العمود ده هو العمود اللي انا بستخدمه لما بجيب الميديان في حاله الجروب دي داتا. طيب هبدا اجيب الميديان ازاي؟ اول خطوه هعملها بعد ما اجمع التكرارات على بعض اللي هي ب 80 اقسمها على 2. 80 على 2 بكام يا شباب؟ ب 40. هروح داخل على العمود اللي انا واقف عنده ده اللي مشاور عليه ده هنزل فيه لغايه اول قرايه اكتر من 40. يبقى نعيد تاني من الاول. انا عندي الفريكوينسي ديستريبيوشن اللي فوق على طول جبت الكوميونيتي فريكوينسي اللي هو العمود اللي احنا كاتبينه ده رحت نازل بعد كده جاي واخد ال 80 اللي هو اجمالي التكرارات قسمتها على 2. ليه قسمتها على 2؟ لان انا تعريف الميديان بالنسبه لي هو القيمه اللي بتناظر نص البيانات لو انا رتبتهم من الصغير للكبير. طبعا الجدول اللي قدامي ده فيه ترتيب منطقي ان اصغر 8 قراءات اللي موجوده في الانترفال الاولانيه الاكبر منهم شويه 23 قرايه موجود في الانترفال الثانيه الاكبر منهم شويه ال 17 قرايه اللي موجودين في الانترفال الثالثه وهكذا. فالبيانات شبه مترتبه.
فبالتالي هعيد تاني عن بعد ما عملت الكوميونتي فريكوينسي رحت نازل على الان قسمتها على 2 ب 40 همسك ال 40 واخش على التكرارات دي ادور على اول قيمه اكبر من ال 40 اكبر من الرقم ده اكبر من الرقم بتاع ال 40 ده اول رقم اكبر من ال 40 هي ال 48 يبقى الانترفال اللي انا بشاور عليها دي اللي انا مغمقها او اللي انا عاملها جراي دي الانترفال دي الشيدد انترفال دي دي اسمها الميديان انترفال او الميدل انترفال دي الانترفال اللي فيها الميديان مهمتي ان انا اجيب هو بكام طيب هعمل ايه دكتور سوري هاخد معلش لا ما تقطعنيش دلوقتي يا يوسف هاخد ال 40 اشيل منهم الكوميونتي فريكوينسي اللي قبله يبقى ال 40 هشيل منهم 31 هقول 40 ماينس 31 القيمه اللي تطلع اقسمها على الفريكوينسي بتاع الانترفال دي يبقى انا هقول 40 ماينس 31 القيمه اللي تطلع ديفايد باي 17 التكرار انا كده عملت ريشيو هقول تايمز عرض الفتره عرض الفتره دي بكام ب 3 يبقى هروح قايل تاني اهو 40 ماينس 31 الكلام ده ديفايدد باي 17 الفراكشن ده بسطه مقام الفراكشن نومينيتور دينومينيتور الفراكشن ده هضربه في عرض الفتره اللي هو ب 3 بعدين هزود عليهم ال 18 اللي انا قلته ده عيده تاني ركز قوي 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 هو ده ارخم واحد فيهم فعلا يعني هعيد تاني انا هعمل ايه انا عندي الكلاسز وعندي الفريكوينسيز على طول الحركه اللي بعدها اروح اجيب كوميونيتي فريكوينسي هنقل الثمانية الثمانية زود عليها 23 تبقى بواحد وثلاثين واحد وثلاثين زائد 17 يبقى بثمانية واربعين ثمانية واربعين زائد 18 يبقى 66 66 زائد 8 ب 74 وهكذا قفلت الكوميونتي فريكوينسي الخطوة رقم 2 هروح رايع على السامبل سايز اللي هو مجموع التكرارات اللي هو مجموع الفريكوينسيز اللي هو ب 80 اقسمه على 2 80 على 2 يبقى بكام ب 40 امسك ال 40 دي في ايدك في دماغك وامسك قلمك الرصاص ادخل على الكوميونيتي فريكوينسي دور لي على اول فاليو مور ذان 40 يبقى انا هنزل اهو هتبقى 48 بس كده هروح معلم على الانترفال بتاعتها ادي الانترفال بتاعتها ايه الصف ده علمت عليه هروح قايل 40 اللي انا جبتها اللي هي ان على 2 ماينس الكوميونيتي فريكوينسي البريفيوس استنى يا ماريو يبقى 40 ناقص 31 اللي يطلع اروح اقسمه على 17 الفاليو اللي تطلع اروح اعمل لها ملتبلاي في الانترفال ويتس الانترفال ويتس هنا ب 3 الحركة بعد ما طلعت القيمه دي اروح جامع على اللور ليميت بتاع الميديان كلاس بص تاني وهي مكتوبه قدام عينيك انا ببدا من هنا بصوا على الرقم اللي انا هشاور عليه بص على الرقم اللي انا هشاور عليه شايف ال 40 دي اللي هي ان على 2 انا ببدا من عندها يبقى انا بعد ما جبت الكوميونتي فريكوينسي هاخد ال 40 اللي هي ان على 2 ادخل في الكوميونتي فريكوينسي على اول تكرار بيكسيد ال ان على 2 اللي هو 48 همسك ال 40 دي اطرح منها اللي قبله اللي هو 31 يبقى 40 ماينس 31 اقسمهم على الفريكوينسي بتاع الانترفال اللي هي بتاعه الميديان اللي هو ب 17 اهي الكسر اللي يطلع اضربه في عرض الفترة اللي هو التلاتة اللي احنا شايفينها اللي هي الفرق ما بين الواحد وعشرين والتمنتاشر بعد ما طلعت الفاليو دي اجمعها على اللور ليميت اللي هو بتمنتاشر يطلع 19.5 ده الميديان اعيدها تاني ها احمد ايوه دكتور اعيده تاني هو التمنتاشر دي جت منين انت شايف الانترفال دي انا ليه اخترتها الانترفال اللي انا عملت عليها اللي هي شيدد اريا اللي انا بشاور عليها عشان ميديان عشان دي الانترفال اللي فيها الميديان صح يا شرط انها تبقى تالت واحده لا انا اخترتها ازاي شايف ال80 اللي انا بشاور عليها بالكورسر شايف الكورسر بتاعي ال80 دي اقسمها على 2 80 على 2 تديك كام 40 خش على الكوميونيتي فريكوينسي بتعرف تجيب العمود ده بيتهيألي صح انا عايز العمود اللي قبليه ما اعرفش بيجاب ازاي مالكش دعوه بالعمود اللي قبليه دلوقتي انا شاورت على العمود ده مالكش دعوه بالاكس اي شاورت على ده حضرتك فاهم العمود ده انا جبته ازاي لا مش ممكن 8
plus 23 يبقى 31 و 31 بلس 17 اللي هو 48 48 بلس 18 اللي هو 66. العمود ده مالكش دعوه باللي قبليه، مش اللي قبليه ملوش استخدام حالا، مش عايزه انا دلوقتي. هو بيجاب ازاي؟ انا عايز اعرف بيجاب ازاي. يا سيدي خليك في اللي انا بقوله الاول، بعد كده ارجع له الاول، بس ما تتشتتش، خليك في اللي انا بتكلم فيه ده. انت دلوقتي العمود ده عارفه صح ولا غلط؟ اه واضح، مفيش فيه هزار. يعني الثمانية دي جبتها منين؟ ال 31 جبته منين؟ ال 48 جبتها منين؟ ال 66 كل ده واضح قدامك خلاص صح كده؟ صح تمام. تاني هرجع امسك ال 80 دي اقسمها على 2، 80 على 2 دي ب 40. خش دور على اول صف اكبر من 40. فين اول صف اكبر من 40؟ ها ده ولا ايه؟ 31 31 اكبر من 40. 31 is more than 40. yeah احنا هنعمل انا 40 minus 31. دكتور احمد من الاول احنا جبنا التكرارات، جبنا منها الكوميوليتيف فريكوينسي، بعد كده مسكت الان اللي هي ب 80، ال 80 دي قسمتها على 2 بقت 40. هدخل في الكوميوليتيف فريكوينسي بدور على اول رو more than 40، the first row more that exceeds 40. يبقى لما هنزل بفورتي هنا فين اول رو يقابلني، اول نمبر يقابلني مور ذان 40؟ 48. ولا مش واخد بالك؟ 48 وبعد كده 66. ماليش دعوه ب 66، انا دلوقتي ال 40 مين اول رقم اكبر منها؟ شايف الرقم اللي انا مشاور عليه ده ان على 2 زائد 40 ده؟ شايف الرقم اللي انا مشاور عليه ده؟ الرقم ده موجود في دماغك، مش مكتوب دلوقتي على الـ على الـ على التيبل. انت دلوقتي اللي واخد الرقم ده جوه دماغك، لسه ما اتكتبش. ادخل بقى بالفورتي دي دور في ال8 وال31 وال48 وال66 وال74 وال78 وال80، مين فيهم اول واحد اكبر من ال40 اكبر من ال40؟ اول واحد اكبر من ال40 اللي فيه 48 صح كده برضو؟ يبقى اذا مجرد ان انا وصلت لده اروح معلم على الرو ده كله، ده الرو اللي واقع فيه الميديان، ده اسمه الميديان انترفال او الميديان كلاس، الكلاس اللي فيها الميديان اللي هي الكلاس الكونتيننج ذا ميديان اوف ذيس داتا. الحركه اللي بعد ما عملت كده وعلمت على الصف ده، هاخد ال40 دي اطرح منها الكوميوليتيف فريكوينسي اللي اقل منها. مين الكوميوليتيف فريكوينسي اللي جاست اقل منها؟ اللي هي 31. يبقى 40 minus 31 اللي يطلع اروح اسمه على التوتال على الفريكوينسي بتاع الانترفال بتاعت الميديان، يبقى 40 minus 31 على 17. الفاليو دي لما تخرج كلها على بعضها هروح ضربها في الانترفال ويتس بتاعتي اللي هي من 18 ل 21 اللي هي ب 3. يبقى انا حسبت الجزء ده، شايف الحته اللي انا بعلم عليها دي، الجزء اللي انا بعلم عليه اللي انا بطلع عليه ده في 17، الجزء ده كله حسبته على بعضه. 14 minus 31 times 3 مقسوم على 17. بعد ما جبت الجزء ده هروح جمعه على اللور باوند بتاع الانترفل دي اللي هو ب 18. لو كان الانترفل دي قيمتها اللور باوند مختلف عن 18 كنت حطيته. هل كده انا واضح ازاي حسبته؟ اه تمام. ايوه دكتور تمام. الكل تمام؟ اقدر اكمل؟ في اي اكزامبل عليها تاني؟ هناخد اكزامبلز تانيه، بس انا قبل ما انقل مش عايز الخبطك، فعايز اتاكد قوي انها حتى لو عدتها كمان اكتر من كده. لا يا دكتور تمام تمام فهمت. طيب ماريو كان رفع ايده باين، هل تمام كده يا ماريو؟ وانا قلت لك استنى شويه. ها ماريو، ماريو عنده مشكله في المايك يا دكتور، فهو هيحاول يظبطها وبعدين يسال. طيب هل في اي حد له استفسار تاني؟ ندى، بنات، منى. الاكس اي بتتجاب ازاي؟ الاكس اي انا هنا مش محتاجها، الاكس اي انا هنا مش محتاجها في الوقت الراهن، بس ازاي بجيب الاكس اي؟ ببساطه خالص، ارجع على الكلاسز اجمع 12 زي 15 على 2، 12 بلس 15 ديفايدد باي 2، يدي لك الكلاس مارك اللي هي الميد بوينت بتاعت ايتش كلاس. يبقى الكلاس الاولاني او الانترفال الاولانيه ده الميد بوينت بتاعتها، هقول 12 بلس 15 ديفايدد باي 2 اللي هو 13.5. نفس اللي انا قلته ده كرره تاني، 15 بلس 18 ديفايدد باي 2 يديني 16.5.
وممكن ازود على 16.5 دي انترفال ويتس. الانترفال ويتس بتاعي اللي هو عرض الفتره اللي هو 3 يبقى 16.5 زود عليها 3 يبقى 19.5 بلس 3 يبقى 22.5 بلس 3 25 بلس 3 يبقى 28.5 بلس 3 يبقى 31.5. اخر انترفال دي اتاكد انها صح لو انت ماشي بالطريقه اللي انا بحسب بيها. اتاكد ازاي انها صح؟ اروح قايل 30 بلس 33 اللي هو 63 ديفايدد باي 2 اديني 31.5 كده. تمام تمام. اللي كان بيسالني على اكس اي احمد كان بيسالني على اكس اي بتالي كده تمام. لا بتجاب ازاي تاني؟ ازاي بجيب الاكس اي دي؟ بكل بساطه همسك الانترفال الاولانيه اللي هي من 12 ل 15 اجمعهم على بعض واقسم على 2. يعني قول 12 بلس 15 ديفايدد باي 2 يوم يدي لك 27. كام؟ 27 ديفايدد باي 2 يبقى بكام؟ 13.5. زود على 13.5 او 13.5 انترفال ويتس. هو الانترفال ده ويتس ده بكام يا مستر احمد؟ ب 3. مش الانترفال عرض الفتره دي المسافه بين ال 12 وال 15 كام؟ 3. زود على 13 ونص 3 بقت بكام؟ كلمني عشان اقدر افهم انك متابعني. 16 ونص زود عليها 3 يبقى بكام؟ 16 ونص وهكذا زود وهكذا لغايه اخر واحده عشان تتاكد انك مش غلط في كل اللي فات ده. ارجع بالطريقه التقليديه قول 30 زائد 33 ديفايدد باي 2 يبقى 30 بلس 33 اتس جونا جيف يو 63. 63 ديفايدد باي 2 اتس جونا جيف يو 31.5 يبقى احنا صح 100 100. العمود اللي انت شايفه قدامك ده العمود بتاع الاكس اي انا هنا مش هستخدمه، ملوش استخدام في الميديان. له استخدام لو انا بحسب المين، له استخدامات تانية هتظهر في الفاريانس او هتظهر في ميجرز تانية، بس في الميديان انا مش عايزه. كده واضح؟ تمام. الكل كده تمام؟ كمل معايا بقى. بس انا اكد على حاجه يا دكتور، المين هنجيب الاكس اي كله بلس بعض على 80. لا انا كده هروح داخل خبطك في دماغك. انا لو عايز احسب المين بضرب الاكس اي في الاف اي واجمعهم على بعض. تاني كده لو انا عايز احسب المين هقول 8 تايمز 13.5 بلس 23 تايمز 16.5 بلس 17 تايمز 19.5. طبعا بجمع دول في الكلم هنا. تمام. بعد ما بجمعهم كلهم بروح قسم على العدد اللي هو 80. لو حد له استفسار تاني في المين اصبر شويه هدي لك مساله فيها الميجرز كلها على بعضها كلهم مع بعض وادي لك جدول كبير كامل، بس اصبر عليا شويه صغيرين. تمام كده. اللي انا عايز الكل دلوقتي يبقى فاهمه ازاي بحسب الميديان. حالا ركز قوي في الميديان، ازاي بحسب الميديان لاخر مره عايز اقولها لك عشان قلبي يبقى مطمن ان انتوا كلكم فاهمينها. انا اول حاجه عملتها عشان اجيب الميديان جبت الكوميونتي فريكوينسي كولم. جبت الكولم ده جبته ازاي؟ نقلت ال8 جمعتها على 23 جبت 31 يبقى انا جبت التكرار التجميع او الكوميونتي فريكوينسي كولم. الستيب اللي بعدها مسكت السامبل سايز ديفايدد باي 2 يبقى السامبل سايز في المساله دي ب80 ديفايدد باي 2 هيبقى 40. هخش ب40 داخل الكولم اللي احنا شايفينه ده. اول فاليو مور ذان 40 هروح معلم على الانترفال بتاعتها. بالنسبه لي هنا اول فاليو مور ذان 40 كانت ال 48، رحت جاي على الانترفال دي كلها ورحت عاملها شيدد زي ما انتم شايفين كده، علمت عليها كلها كده من اولها لاخرها. هعمل ايه بقى الخطوه اللي جايه؟ هقول 40 ماينس 31 الفاليو اللي تطلع ديفايدد باي 17 اللي هي الفريكوينسي بتاع الميديان كلاس. الفاليو اللي تخرج اضربها في الانترفال ويتس اللي هي ب 3. اللي يطلع اجمع عليه الابر اللور باوند. اللور باوند هنا بتاع الانترفال دي اللي هو 18. طبعا الحاجه دي مكتوبه عندك تحت والقانون ده مترجم ورا. بص هتلاقي ال L is the lower limit of the class containing median. هتلاقي ال CF is the community frequency before the median class. هتلاقي F within the median class يعني التكرار بتاع الميديان كلاس. ال I اللي هي class widths دلوقتي له معنى كل حرف فيه. أرجو إنها تكون واضحة قوي. ما تقلقش هتكلم عليها كمان شوية.
دلوقتي انا عايز اتكلم على الادفانتجز. اتفضل يا هو انا بحل المساله لازم اكتب القانون. هو انت طب هو القانون ليك انت مهم ان انت تبقى حافظه. ثانيا في معلومه تانية، انا ممكن غالبا امتحانك انا مش هجيبه problem based، الاكزام بتاعكو هيبقى multiple choice، فممكن في المالتيبل تشويس اقول لك ده ميديان فور ذا جروب، دي داتا كان بي ايفالويتد من اللو ده ولا من لو تاني وهكذا ولا نون اوف ذا اباف، يعني انت تختار. فبالتالي لازم تبقى حافظ القانون. معايا كده يا احمد؟ تمام. دكتور هو القانون هيبقى يعني هو القانون مكتوب في يعني لا حضرتك تحفظه، يعني القوانين لازم تبقى حافظها. انت لما تحل كميه المسائل اللي انا مديها لك يا يوسف هتلاقي القانون ده انطبع في دماغك لا يمكن تقدر تنساه. طب يعني الاول المهم تفهم، مش مهم الامتحان دلوقتي، المهم نفهم. طب دكتور حضرتك قلت انك هتجيب مالتيبل تشويس. يب. طب ما فيش كويشن اند انسر تدربنا على الامتحان هو انت لسه قربت من الامتحان؟ معلش لا لا انا مجرب المالتيبل تشويس دي بتلخبط جامد. ما هو لازم الامتحان يبقى فيه حته كده يعني من ناحية يعني التدريب. يعني تجي لي مسألة أسهل من أنها تيجي multiple choice. هو مش بكفنا لسبب، لأن احتمال كبير يبقى الإكزام بتاعك هيبقى بابل شيت داخل الكلية، أو احتمال إذا كان مش هيبقى داخل الكلية مش هيبقى income بس هيبقى online، فهيبقى احنا مجبرين أنه يبقى multiple choice. إذا كان داخل الكلية فاحنا برضو غالبا ما هنعمله multiple choice. طيب هنتدرب عليه. خليني أكلم الأول فضل. أحمد وبعدين هرد. فبالنسبة لما أنا أخلص الشغل بتاعي مظبوط الأول هدربك إزاي هيجي لك الامتحان. ما تقلقش مش هيبقى بالصعوبة اللي بالك فيها. ده عملية المالتيبل تشويس أنت هتحل المسألة في ورقة خارجية هتبقى غالبا سبورتد في الكراسة اللي أنا هديها لك. أنا هدي لك الامتحان مطبوع غالبا هيبقى كده، يعني مجموعة المسائل بتاعتك أنت هتستلمها زي أكنها مطبوعة في كراسة ومتدبسة. حضرتك هتلاقي آخر ورقتين تحسب فيهم، احسب زي ما انت عايز وتستخدم القوانين بتاعتك واعمل كل شيء. الريزلت النهائية هي اللي انت هتختار بيها المالتيبل تشويس A و B و C و D. يعني هقول لك مثلا الميديان 19.58 ولا 20 ولا 20.4 ولا none of the above. حضرتك حليت المسألة بالفعل، الإجابة الصح اختارها. معايا يا أحمد؟ اه معايا. اوكي، فازاي هيلخبطك؟ ده هو مجرد اكن انا بكولكت الداتا منك وسايبك انت تحل زي ما انت عايز، مدي لك ورق ورق. اوكي احمد، مش عارف احمد زي ايفون احمد. ايوه احمد علي رشدي باين هو اللي بيتكلم. قول احمد رشدي. كنت بكلم حضرتك يا دكتور كنت بس حاجه، هو لغايه دلوقتي هو اتحدد موضوع ان هو يكون بابل شيت، ان هو قصدي في الجامعه كله اونلاين؟ المعلومه النهائي ان الامتحان هيكون في الجامعه يا جماعه. خلاص الفاينل هيكون في الجامعه. ده كلام ما فيهوش احتمال، ده كلام ايه الفاينل هيكون؟ اسمع الفاينل هيكون من 60 وفي 40 درجه الكورس ورك اللي احنا هنحط درجاتهم على الاساينمنتس، واذا كان الدكتور هيحب يعمل كويس في النص او لا، والاتندنس. والاتندنس طبعا. ايوه فهمت حضرتك يا دكتور. شكرا دكتور حسن. شكرا. الله يخليك. اوكي نكمل. اكمل. اوكي محمد ايمن قول. دكتور انا الاول، دكتور انا كنت الليكتشر اللي فات ما كنتش حضرتها، فكنت عايز اعرف. انا فهمت على حضرتك لغايه دلوقتي تمام زي الفل يعني، فكنت عايز اعرف الليكتشر اللي فات بس هل انا ممكن اقدر اجيبها من على ال ام اس او كده ولا اكون مرفوعه؟ لا لا مرفوعه على ال ام اس. الليكتشر نفسها الزوم ميتنج اللي زي كده موجود على ال ام اس. بصوا يا شباب، غالبيه الليكتشرز اللي مرفوعه على ال ام اس السيستم بتاعنا ازاي؟ انت عندك فيديو باوربوينت، وهيبقى عندك وعندك بي دي اف اللي انا بشرح عليه دلوقتي، وبعد الزوم ميتنج انا بعمل له ريكورد بعد كده، وبعدين بروح رفعه على ال ام اس. يعني بكره الصبح تلاقي على ال ام اس ان شاء الله من غير مقاطعه. انا بتكلم على بتاع النهارده. طب بتاع المحاضرات اللي فاتت هو اوريدي موجود، انا رفعته على ال ام اس. تمام. اتاكد يا محمد ان انت مضاف، ان تم اضافتك على الكورس بالمعنى باشمهندس حسن،
وبالتالي تقدر انك انت تأكسس الزوم ميتينجز بتاعتنا والتيتوريالز كمان. بشانس حسن برضو رفعها كلها بلا استثناء على الـ LMS. فانت عندك ويك باي ويك المحاضرات والتيتوريالز بتاعته موجودة على الـ LMS. فكده مش المفترض ان اي حد عنده اي مشكلة يعني. تمام؟ تمام. اوكي يا دكتور. هو باشمهندس حسن قال دلوقتي ان خلاص فاينل اخر كلام ان الامتحان يكون جوه الجامعه صح؟ ان شاء الله. اه تمام. ودي كانت المعلومه برضو اللي عندي الى الان في الوقت الراهن يعني. اوكي ماشي. ثانك يو دكتور. العفو. يلا بقى كمل معايا كده لان احنا لسه قدامنا شغل كتير وانت ما مش هتروح في حته من غير ما اخلص اللي انا عايز اقوله النهارده. الحركه اللي بعديها في حاجه اسمها ذا ميديان. الميديا طبعا انا عايز اتكلم على الادفانتجز بتاعه الميديا. اول ادفانتج الميديان از ا يونيك فاليو. محمد ايمن انا كده جاوبتك صح؟ اه يا دكتور بالظبط تمام. طب يلا كمل معايا بقى. الميديان از ا يونيك فاليو. يعني ايه از ا يونيك فاليو؟ الميديان قيمه واحده. يعني لا يمكن مجموعه البيانات اللي فوق اللي انت شايفني بشاور عليها بالارو دي يطلع لها 2 ميديان. مستحيل. الميديان بيطلع رقم واحد. يبقى مجموعه البيانات الواحده بيطلع عندي الميديان رقم واحد. كمل. It is not affected by extreme values. Voila. بصوا كويس قوي للمعنى ده. خلي بالك ان الـ MR كان بيتأثر بالـ extreme values. خلي بالك ان الـ arithmetic mean كان بيتأثر بالـ extreme values. لكن الـ median it is not affected by extreme values. حد فاهم ليه الـ median ما بيتأثرش بالـ extreme values؟ عشان كده كده يا دكتور اساسا احنا بنشوف الـ total frequency تعملات body proof بعد كده نشوف اقرب حاجة ليه. لكن احنا بنبصش على اللي هو تمام يا يوسف. بص بص تمام مور ذان بيرفكت يا يوسف. خليني ازود على الكلمتين اللي انت قلتهم حاجه صغيره. خلي بالكم يا اساتذه ان انا وانا بحسب الميديان انا ماليش دعوه بالانترفال الاولانيه وايه اللي جرى فيها ولا الانترفال البعيده خالص دي ولا ايه اللي جرى فيها. ما دخلوش معايا في الحسابات. فدي ميزه كبيره جدا من الميديان. اكبر ميزه في الميديان ركز قوي في كلامي عشان المالتيبل تشويس. اكبر ميزه في الميديان انه it is not affected by extreme values. كمل. It can be used for interval ratio or ordinal level. اقدر استخدمه لاي نوع من انواع البيانات الكميه من اي نوع من انواع البيانات quantitative اي نوع من البيانات الرقميه. بالفعل اقدر اعمل كده. It can be computed دي مش from دي for. It can be computed for open ended distributions. عايز اقول يعني ايه open ended distributions. الopen ended distributions اللي هي الفريكوينسيز اللي اجي في اخر انترفال اقول from 30 and above يعني 30 فما فوق ده اسمه open ended distribution. الميديان ينفع انه يتحسب فيه لكن لو انت فكرت كويس هتلاحظ ان ال MR it can't be distributed for open ended distributions. هتعملها ازاي؟ ده انت الام ار بتاخد اللور ليميت بتاع اول انترفال والابر ليميت بتاع اللاست انترفال تجمعهم على بعض وتقسم على 2 يبقى مش هتعرف بالنسبه للاوبن اند ديستريبيوشنز. كمان المين المتوسط الحسابي المين الاكس بار ما تقدرش تحسبه للاوبن اند ديستريبيوشنز لان هتاخد ازاي الكلاس مارك بتاعت اخر انترفال يبقى مش هتعرف. يبقى المميزات بتاعت الميديان اقوى مستين اكبر مستين اشهر مستين انه بيتحسب للاوبن اند ديستريبيوشنز وانه لا يتاثر بالاكستريم فاليوز. طيب ايه ايه مشكله الميديان او ايه النيجاتيف سايد بتاع الميديان او ايه البور بوينت بتاعت الميديان. عيب الميديان انه كانت ايفالويتد فور كواليتاتيف ديستريبيوشنز طبعا زيه زي المين زي الام ار ما يتحسبش لكواليتاتيف داتا. طبعا مفترض ان الناس كلها بلا استثناء فاهمه يعني ايه كواليتاتيف داتا. كواليتاتيف داتا يعني البيانات النوعيه اللي هي لا يمكن ترجمتها كارقام ما لهاش معنى كارقام. لغايه ما انا واقف انا كده خلصت ثلاثه من الميجرز ام ار مين ميديان. انا داخل على الميجر اللي بعد كده اللي هو اسمه المود. قبل ما اخش فيه هل في حد عنده استفسار؟ اوكي هكمل. المود كميجر من اسهل الميجرز اللي انت تشتغل عليها. المود تعريفه ببساطه خالص المود is the value that has the highest frequency in a data set. يعني القراءه
الأكثر شيوعا في العينة، الرقم الأكثر تكرارا في العينة. ده معنى كلمة المود. نعيده تاني، يعني ايه مود؟ هو أكتر حاجة كررت في البيانات بتاعة العينة بتاعتك، ده معنى كلمة المود. طبعا من الجملة اللي أنا قلتها والديفينيشن بتاعة المود اللي هو بالعربي اسمه المنوال، بعض البيانات ممكن ما يبقاش فيها مود. لاحظ 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 ملحوظة كلمة يونيك دي، لاحظ ملحوظة انه ريليابل ميجر. يعني ايه ريليابل ميجر؟ يعني ما فيش نوع من انواع البيانات ما اقدرش اوجد لها ميديان، ما فيش نوع من انواع البيانات ما اقدرش اوجد لها ام ار، ما فيش نوع من انواع البيانات ما اقدرش اوجد لها اريثماتيك مين، لكن في نوع من انواع البيانات ما اقدرش اوجد لها مود. تعال بص على المثال اللي تحت ده، فين الرقم المكرر؟ مين اكتر رقم مكرر؟ يا ريت لو بصيتوا معايا في السهم، انا واقف هنا في اكزامبل 3.8، حد شايف فين اكتر رقم مكرر يقدر يقول لي عليه؟ 2 2.2 ده رقم مكرر يا دكتور بالظبط، مفيش رقم مكرر ولا رقم مكرر. This data doesn't have a mode. الداتا دي doesn't have a mode. انا ما عنديش هنا مود، ما عنديش مود. ليه؟ ما حصلش تكرار. طب لو سمحت بص على الاكزامبل 3.9، بص على الاكزامبل ده، شوف لي اكتر ارقام متكرره هما فين. 2.2 صح، 2.2 ادي مره ودي الثانيه، في رقم تاني اتكرر؟ ها شباب؟ لا يا دكتور ما في. يبقى اذا المود هنا بيساوي 2.2، يبقى البيانات، لا استنى، 6.3 كرر مرتين، اي مره وهي يبقى مره، يبقى كده يكون الاثنين دول يا دكتور، يبقى انا كده عندي المود كده كده. اه كده كده البيانات اللي قدامي دي لها كم مود؟ العينه دي لها كم مود؟ اتنين. تعال بقى ارجع معايا، معلش ارجوك ركز معايا قوي، تعال ارجع معايا في الميديان، اقرا اول كلمه اتكتبت فيها هي ايه. The median is a unique value. يعني ما ينفعش رقمين في العينة. The mean is a unique value. The MR is a unique value. يعني ما فيش عينة لها اتنين MR، لها اتنين mean، لها اتنين median. ما تحصلش. لكن ممكن لعينة من العينات زي اللي انت شفتها قدامك دي يبقى المين بتاعي، الميديان، المود بتاعي اكتر من مود. يبقى ده معناه انه ممكن يحصل ان العينة يبقى فيها اكتر من مود، او ما يظهرش خالص زي اللي فوق، او العينه بتاعتي يظهر لها مود واحد زي 3.1 زي 3.10 قصدي. يبقى انا عرفت ان مشكله المود الكبرى انه ممكن يظهر، او ممكن بعض البيانات ما يبقى لهاش مود، ممكن بعض البيانات يبقى لها اكتر من مود، يبقى ما هوش ستيبل ميجر، ما اقدرش ابني عليه قوي. المين والميديان اكتر استابيليتي منه، ده بالنسبه للميديان، انا اسف بالنسبه للمود. طيب انا عايز احسب المود للجروب دي داتا، هحسبه ازاي؟ طبعا الطريقه اللي انا قلت عليها اللي فوق ده اللي هو القراءه الاكثر شيوعا في العينه، ده الديفينيشن اللي بينطبق على البيانات الديسكريت اللي هي الان جروب دي اللي زي ما احنا شايفين. لكن لو بيانات جروب يبقى انا لازم اروح اعمل جدول، لازم اروح اعمل تيبل. بصوا بقى على البيانات اللي قدامي، القانون اللي قدامي ده انا مش هتكلم فيه دلوقت زي ما عملت في قانون الميديان، هو اسهل من قانون الميديان، بس بدل ما اضيع وقت فيه واتعبك معايا تعالى ناخده على مثال. تعالى معايا كده نفس المثال بتاع الميديان، انزل معايا بص كويس قوي، ادي الكلاسز وادي الفريكوينسيز. ام سوري انا اسف، ادي الكلاسز وادي الفريكوينسيز، دور لي على اكبر تكرار. اكبر تكرار بكام؟ ها الناس كلها تشترك لو سمحتوا، اكبر تكرار بكام؟ 8. انا ما قلتش اول تكرار، انا قلت اكبر تكرار. اكبر تكرار 15 لغايه 18، 15 ل 18. ايوه ده اكبر تكرار. لما اجي ابص ببص على اعلى رقم في الفريكوينسيز، مين اكبر رقم في الفريكوينسيز؟ 23.
لذلك جيت على الرو بتاع ال 23 ورحت معلم عليه اهو، عملت شيء ده اهو، يبقى ده اعلى تكرار. بص كويس قوي قوي قوي، خلي بالك يا احمد، همسك القلم الرصاص هقول 23 - 8 وهكتبها هنا، 23 - 8 وهكتبها هنا. هو 23 ماينس 8 بكام؟ بتالي 15، يبقى انا هكتب هنا 15، بعدين 23 - 17 اللي يطلع اكتبه هنا. 23 - 17 بكام يا اساتذه؟ 6. يبقى انا جبت الفيرست ديفرنس او الديفرنس بين ذا هايست فريكوينسي اند ذا بريفيوس وان، وجبت الديفرنس بين هايست فريكوينسي اند ذا نيكست وان او النيكست فاليو. الحركه اللي بعديها هقول 15 divided by 15 plus 6 اللي هما 23 - 8 على 23 - 17 زي 23 - 8. الفاليو ده هضربها في الانترفال ويتس، الانترفال ويتس بتاعي ب 3 بلس اللور ليميت بتاع الانترفال اللي فيها المود بلس ال 15، جبت القيمه بتاعته. هعيدها تاني، ازاي بحسب المود؟ دخلت على الفريكوينسي. ازاي بحسب المود؟ دخلت على الفريكوينسي، نقيت اكبر تكرار، مين اكبر تكرار موجود؟ 23، جبت الديفرنس بين ال 23 والبريفيوس 1 يبقى 23 - 8، بعدين 23 - اللي بعديه اللي هو 17، بعدين رحت قاسم عملت ريشيو ما بين ال difference بتاع between the highest وال previous وال frequency ال highest وال next one، ال value اللي طلعت ال fraction اللي طلع ضربته في ال interval widths اللي هو 3، بعدين رحت ضايف عليه ال lower limit اللي هو 15، طلعت ال value بتاعتي بتاعت المود. تمام كده واضحة؟ ها؟ تمام. حد له استفسار؟ واضحة؟ ها؟ أحمد؟ ايوه دكتور. انت اسمك احمد ايه؟ احمد شريف. ايوه احمد، لان اصلا مش ظاهر بقيه الاسم. احمد شريف كده تمام، واضح معايا انا عملت ايه؟ هو ليه المود ب 23؟ ليه مين؟ المود، انا ما قلتش ان المود ب 23. احمد بص كده، شايف ده راس المساله، ده الفريكوينسي اللي انا مديهولك، التيبل اللي فيه الكلاسز والفريكوينسيز. فين اكبر تكرار انت شايفه؟ لو سمحت حاول تقول لي اكبر تكرار انت شايفه هنا فين في المساله دي بسرعه. اللي انا شايفه الايت. الايت اكبر رقم الايت. اكبر رقم 23. اي روعه روعه، يبقى اكبر رقم في الفريكوينسيز اللي هو 23. قول 23 ناقص اللي قبله يبقى 23 - 8. تمام كده، كمل كده. 23 - اللي بعده يبقى 23 - 17. يبقى انا عندي هنا الديفرنس بين 23 اند ذا بريسيدنج وان والديفرنس بين ذا 23 اند ذا بريفيوس وان، جبت تو ديفرنسز. معايا كده يا احمد؟ رد عليا يا احمد الشريف. يبقى اذا هروح رايح بقى اهو، هقول 23 - 8 و 23 - 17. هروح واخد الفيرست ديفرنس 23 - 8 موجود على النومينيتور divided by the sum of these differences، مجموع differences دي يبقى 23 - 8 plus 23 - 17. ال value اللي هتطلع من ال fraction ده اضربها في ال interval widths، ال interval widths ده ب 3، بعدين اجمل عليها ال lower limit بتاع ال interval دي اللي هي ب 15. كده انا قدرت احسب المود. خليكم معايا ثانية وانا هخش على مسألة كمان دلوقتي احسب فيها لكل حاجة احنا خدناها لغاية دلوقتي. المود ده اخر سنترال تندنسي ميجر احنا هندرسه. طيب ايه هي المميزات بتاعت المود؟ ركز قوي 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 في اللي انا بقوله. اول حاجه، المود ينفع لكل انواع البيانات. هو المين ينفع للكواليتيتيف داتا؟ حد يرد؟ هختار انا بقى ناس ترد. هل المين اقدر احسبه لكواليتيتيف داتا؟ ماريو، لا بلاش ماريو عشان عنده مشكله في المايك. خليني اقول مينا نصري، هل اقدر احسب المين لكواليتيتيف داتا يا مينا؟
تاني كده يا دكتور. هل تقدر تحسب المين لكواليتيتيف داتا؟ هو الاكزامبل الاخير ده انا بقول كواليتيتيف داتا، هل تقدر تحسب المين لكواليتيتيف داتا؟ طيب منى، مش عارف منى تقدري تحسبي المين لكواليتيتيف داتا؟ طيب ندى تقدري تحسبي المين لكواليتيتيف داتا؟ هو الناس بتفتح المحاضره وتروح ولا ايه؟ ولا موجودين معايا بس بيفكر ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. موجودين يا دكتور. طيب خليني انا اقول لك، لان انا مش هعمل الغلط ده تاني. لو عملته بعد كده همسك درجات، هاخد الاكسل شيت واحط درجات وانا بسالكم. خلي بالك المين مستحيل يتحسب لكواليتيتيف داتا، لان الكواليتيتيف داتا يعني احمر وازرق واخضر واصفر. دايما خلي النقطه دي في دماغك، يعني الالوان مثلا دي كواليتيتيف داتا، بيانات نوعيه ما هيش ارقام. هل تقدر تحسب لها المين المتوسط الحسابي؟ ما تقدرش. هتقدر تقول احمر زائد اصفر زائد اخضر مقسومين على ثلاثه؟ مش هتقدر. يبقى المين ما ينفعش للكواليتيتيف داتا. طيب هل الام ار ينفع للكواليتيتيف داتا؟ لا طبعا. لا طبعا، لان هتجيب ازاي اقل قيمه واعلى قيمه وتقسمهم على اثنين؟ يبقى ما ينفعش. طيب هل الميديان اقدر احسبه للكواليتيتيف داتا؟ فكر، مستحيل، لان احمر اخضر اصفر ازرق، مين اللي في النص؟ مش هتعرف تعملها. لكن الارقام اقدر ارتبها من الاصغر للاكبر. طيب مين الميجر الوحيد اللي ينفع تحسبه للكواليتيتيف داتا؟ المود. ليه؟ لانه المود. عدد مرات التكرار. هتبص اكتر حاجه اتكررت هي مين، ويبقى هو ده اللي هو المود. يبقى ده الميزه الكبرى بتاعت المود، انه بيحسب كواليتيتيف داتا. طيب هل بيتاثر بالقيم الحرجه؟ هل اتاثر باكبر قيمه في العينه؟ ارجوك ركز قوي. لا طبعا، لان اكبر قيمه في العينه هي الانترفلز، هو ما تاثرش بيها، ملوش دعوه بيها. هو على طول راح باصص على اكتر تكرار حصل وبدا يبني عليه. طيب هل يمكن حسابه الاوبن اند ديستريبيوشنز؟ ايوه. ليه؟ لان برضو انا ما دخلتش في الانترفلز، انا ما بصيتش على الانترفلز خالص، انا دخلت على اعلى تكرار وهو ده اللي بنيت عليه الشغل بتاعي. يبقى اذا دي الادفانتجز اللي انا بستخدمها او المهمه بالنسبه للمود. طيب ايه هي البور بروبيريتيز بتاعت المود؟ رقم واحد، بعض البيانات ملهاش مود، وده انا شفته في الاكزامبل 3.8. بعض البيانات لها مور ذان مود، مور ذان وان مود، يعني ما هوش يونيك فاليو، مش شرط انه يبقى يونيك فاليو، زي الاكزامبل 3.9. يبقى دي الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعت المود. لاحظوا انا لو قدرت احسب المين والمود والميديان وحطيتهم بالشكل اللي موجود قدامي، قارنت الثلاث ارقام، يعني الديستريبيوشن واحد قدرت احسب له المين والمود والميديان، الشكل بتاع الرسمه، الشكل العام السكتش بتاع الرسمه، فاهم؟ ممكن يبقى واحد من الثلاثه اللي قدامي دول، ممكن يبقى سيمتريك او انسيمتريك ديستريبيوشنز زي الاثنين اللي انا بشاور عليهم. الديستريبيوشن ممكن يبقى نيجاتيفلي سكيود، ده بيحصل لو المين less than الميديان less than المود. الديستريبيوشن اللي قدامي ده من الديستريبيوشنز المشهوره قوي. الديستريبيوشن اللي تحت ده كمان يحصل لما المين اكبر من الميديان اكبر من المود. الديستريبيوشن اللي قدامي ده سيمتريك، وده الحاله الايديال، ان المين هو هواه الميديان هو هواه المود. المثال اللي موجود قدامي اللي انا بشاور عليه ده مثال لكل شيء ربنا خلق فيه الكل. ربنا خلق كل شيء يتبع الشكل اللي انت شايفه قدامك ده من قبل ما الانسان يخش يلعب فيه. يعني لو جيت تبص مثلا للبيئة في اي شكل من الاشكال، اي شيء طبيعي
هتلاقيه بيتبع المنحنى اللي احنا شايفينه. كمان شوية في شابتر 6 هنفهم ان ده الشكل بتاع النورمال ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الطبيعي البيل شيب. كل ما خلقه ربنا سبحانه وتعالى بيتبع نموذج البيل شيب، يعني نص البيانات فوق نص البيانات تحت والنصين تقريبا متطابقين. في بعض الاشياء بعيده قوي وبعض الاشياء تحت قوي، دول موجودين في الجوانب وعددهم قليل بالنسبه للعينه كلها. يعني لو بتكلم على مثلا توزيع الصحه مثلا، هتلاقي ان ربنا موزع الصحه على البني ادمين كلها غالبيتهم في الوسط، غالبيتهم في الوسط. شويه صغيرين فوق قوي عندهم صحه اوفر يعني زي اركليس كده مثلا يعني، وان كان اتس نوت ا ترو ستوري يعني، وعندهم شويه منعدم الصحه تماما، راجل ضعيف تماما جدا جدا جدا. فيبقى اذا ده النورمال ديستريبيوشن. لو انت بصيت، معلش يا احمد ثانيه، لو انت بصيت على النيجاتيفلي ديستريبيو او النيجاتيفلي سكيود ديستريبيوشن اللي موجود قدامي ده، ده معناه ان المود الاكثر تكرارا موجود في الجانب الاعلى من البيانات، اللي تحتيه العكس. هضرب مثال اقتصادي او مثال بالنسبه للستاندرد اوف ليفنج. لو انت بصيت على الشكل الاولاني ده الشكل بتاع بلد زي اليونايتد ستيتس، زي الولايات المتحده الامريكيه، غالبيه الشعب موجود القطاع العريض في الوسط. في شويه من الامريكان اغنيه جدا 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 ثراء فاحش، في نسبه هوملس تحت خالص في اخر، لكن الغالبيه العظمى موجودين في الوسط. لو انا بصيت على النيجاتيفلي سكيود ديستريبيوشن ده بالنسبه للستاندرد اوف ليفنج، انا ممكن اكون بتكلم على الكويت مثلا، لو انت واخد بالك، او خلينا نتكلم في الكويت، هيبقى مثلا اوقع عشان الدخل بتاعها بيتوزع دايركت على المواطنين بتوعها، او زي قطر مثلا، انت عندك الشكل اللي هو النيجاتيفلي سكيود ده. غالبيه الشعب موجود فوق خط الفقر، خط الوسط مثلا او الخط المتوسط. فالنتيجه ان الديستريبيوشن بتاعك مزاح الى الاعلى، الغالبيه العظمى موجوده في الجانب الاعلى. طبعا الشكل الظريف اللطيف اللي انا بشاور عليه تحت اللي هو بوزيتيفلي سكيود، خلاص انت فهمت احنا بنتكلم عليه. احنا بلدنا موجوده هنا، موجوده في الشكل اللي حضرتك شايفه ده. الماجوريتي موجوده تحت، مش اباف ذا ميديان، مش اباف المود. الغالبيه العظمى مش موجوده في الوسط، الغالبيه العظمى مزحزحه الى تحت. يبقى اذا ده مثال بيوضح فيه المين والميديان والمود، سواء اذا كان في بلد المفترض ان ثروتها كلها متوزعه مظبوط، وان الماجوريتي السعوديه مثلا على سبيل المثال غالبيه الناس موجوده في المنحنى اللي في الوسط، انا بتكلم على السعوديين نفسهم، النسبه اللي فوق دي النسبه اغنيه جدا امراء ومش عارف ايه بتاع عددهم قليل، النسبه اللي تحت دي ريلي فيري بور بيبل، ودول يعني عددهم قليل بالنسبه للماجوريتي بتاعت الناس. الجانب اللي قدامي ده لو بتكلم على الدول العربية، أبسط مثال له قطر أو الكويت. الشكل اللي تحت ده أوقع مثل له مصر. ده قدرت أحدد السكيونس بتاعت الديستريبيوشن ديبند على المين والمود والميديان، التلاتة سنترال تندنسي الميجور اللي أنا بعتمد عليه. قبل ما حد يسألني وقبل ما أقولك أنا عايزك تجاوبني على أسئلة، إذا كان في حد عنده استفسار أرجوك أجل استفسارك بعد المثال ده. احمد شريف انا شفت انك رفعت ايدك بس اجله دلوقتي، انا عايزك تبص على المثال اللي انا هتكلم عليه اللي هو 3.12. المثال اللي قدامي ده لو سمحتم انا عايز احسب الام ار، عايز احسب المين، عايز احسب الميديان، عايز احسب المود. الكل يركز ارجوكوا. اول خطوه هعملها علشان احسب الام ار، حد يقدر يقول لي بسرعه هو بكام؟ ها بسرعه ام ار بكام بسرعه؟ 50 قول يا يوسف. 50 يا دكتور. عملت ايه يا يوسف؟ 30+70 + 100 + 100 هتطلع ب 100 وفي ما شاء الله، روعه يا يوسف. كل اللي يوسف عمله بلا استثناء، انا اسف، كل اللي يوسف عمله ببساطه شديده، راح داخل على طول على الكلاسز، نقل اللور ليميت بتاع الفيرست كلاس اللي هي 30، جمع عليها الابر ليميت بتاع اللاست كلاس اللي هي 70، يبقى 30+70 = 100، بعدين ديفايدد باي 2، يبقى اذا الام ار ب 50، اركنه على جنب. انا عايز احسب المين، رحت نازل عامل الجدول ده، الجدول ده مترتب ان انا احسب المين والمود والميديان. انا دلوقتي احسب المين، اول خطوه عشان احسب المين انا طبعا نقلت التو روز دول في شكل الكلاسز والفريكوينسيز.
مسكت الكالكوليتور بتاعي قلت 3 بلس 7 بلس 11 بلس 22 بلس 40 بلس 24 بلس 9 بلس 4 بقى 120. يبقى اذا ده السامبل سايز، يبقى العينه اللي موجوده عندي فوق دي، العينه اللي موجوده فوق دي عددها 120. اركنه على جنب، ده الان سمول. الخطوه اللي بعديها احمد شريف، انا عايز احسب الاكس اي، الاكس اي بجيبها ازاي؟ عايز احسب الاكس اي، ازاي اجيب الاكس اي؟ على طول قلت 30 بلس 35 ديفايدد باي 2 بقى 32.5. هو عرض الفتره ده بكام يا احمد يا شريف؟ 5. يبقى 32.5 بلس 5 37 بلس 5 42 بلس 5 47.5 بلس 5 52 and so on. اول ما وصلت لغايه 67.5 رحت رايح شايف انا صح ولا غلط، ازاي هعرف انا صح ولا غلط؟ رحت قايل 65 بلس 70 اللي طلع قسمته على 2 طلع زي ده، يبقى احنا كده مظبوطين لغايه دلوقتي. تمام مستر احمد؟ تمام. الحركه اللي بعديها رحت على على القلم ده، شايف القلم اللي بشاور عليه اللي هو اف اي في اكس اي اللي كانوا بيسالوني على الارثماتيك مين، هضرب 3 تايمز 32.5 اللي هي 97.50. دكتور دي كانت الار سي اف في ولا دي حاجه ثانيه؟ دي مش ار سي اف، بص لها كويس. الار سي اف ده انا اقدر اجيبه هنا بس انا مش محتاجه فمش هجيبه. ايوه ايوه تمام. انا دلوقتي بتكلم ازاي بحسب الاف اي اكس اي عشان اجيب المين اللي هو الافريج يعني. تمام. رحت هضرب التكرار في الاكس اي، اضرب يبقى 3 تايمز 32.5 اللي هي سيرت اللي هي 97.5. كرر تاني من فضلك، اضرب 7 تايمز 37.5 اللي هي 262.5. ارجوك كرر كمان مره، 11 تايمز 42.5 يطلع 400 467.5 اند سو اون. ببساطه بضرب كل تكرار في الـ في الكلاس مارك بتاعت الفتره، التكرار في الكلاس مارك، التكرار في الكلاس مارك. بعدين هاخد التوتال ده، هجمع بقى التوتال، معلش انا اسف، التوتال بقى بالتوتال، هجمع التوتال ده كله اللي هو 6185 النمبر ده هقسمه باي 120. لما عملت كده طلع لي 51.54. لغايه ما انا واقف في مشكله مع حد؟ ها ارجوكم. تمام جدا يا دكتور، كله كله تمام. واحمد شريف قشطه. دكتور انا عندي سؤال. قول. هو امتى اعمل الجدول ده؟ تعمل الجدول ده لما نطلب منك انك توجد المين والمود والميديان، ومش هتعمل الجدول كله على بعضه يا احمد يا شريف. لو انا طلبت المين، لو انا طالب منك المين بس، هتعمل اكس اي وتجيب ده اف اي اكس اي. طب لو انا طلبت منك المود، لا هتعمل دي ولا دي ولا دي، مش هتعمل التلاتة دول. طيب لو انا عايزك تحسب الميديان، ده هو الفريكوينسي بس، تجيب الكوميونتي فريكوينسي، ده لو هتجيب الميديان. حاضر يا محمد يا ايمن، ثانيه واحده كده يا احمد شريف. اوكي فهمتني؟ اوكي خلينا اكلم محمد ايمن. ايوه محمد ايمن قول. طب والميديان، الميديان هنطلعه ازاي؟ الميديان بطلعه من الكوميونتي فريكوينسي، بس لسه انا ما قلتش ازاي، بس انا بقول ان انا لو انا عايز اجيب الميديان بس هجيب الكوميونتي فريكوينسي فقط، العمود ده بس. لكن هنا لاني انا في المساله دي عايزك تحسب المين والمود والميديان، عملت الجدول كامل مكمل على بعضه. فهمتني؟ معايا يا محمد؟ دكتور انا مع حضرتك يا دكتور. طيب اوكي انا كده جاوبتك. لا يا دكتور انا عندي سؤال تاني يا دكتور، مش انا اللي كنت سالت السؤال اللي فات. طيب خلاص قول لي السؤال بتاعك، بيتهيألي انا جاوبت على السؤال اللي فات. قول لي يا محمد. انا الجدول كله بالنسبه لي تمام، بس انا بس معلش وقعت مني حته ان انا بطلع السي اف نفسه ازاي. ان انا طلع مين؟ السي اف. حاضر هقول لك عليه حالا، ثانيه واحده. خلاص فهمت. اوكي زياد، زياد جسار. تمام يا دكتور. الارثماتكس مين هنا في الجدول ده بعمله للجروب داتا صح؟ جروب داتا مش الان جروب. هي دي مش ان جروب داتا، هي دي جروب داتا. تمام تمام. وانا افرق ما بينهم ازاي يا دكتور عشان لحد دلوقتي ممكن اتلخبط؟ لا ده شكل الجروب داتا. الجروب داتا يعني البيانات اللي فيها كلاسز وفيها فريكوينسي اللي موجوده في الجدول ده. لكن الان جروب داتا اللي هي البيانات اللي زي دي، شايف الارقام دي؟ دي اسمها ان جروب داتا، بيتهيألي مستحيل تتلخبط فيهم يا زياد.
تمام يا دكتور. قشطة. نرجع تاني مرجوعنا للمسألة بتاعتنا. أنا دلوقتي حسبت الـ MR خلاص حسبته. قلت 30 زائد 70 على 2 طلع بـ 50 ورميناه في الجنب. المين عرفت أعمله إزاي؟ جبت الـ XI ضربتها في الـ FI جمعتهم هنا على بعض والرقم اللي طلع قسمته على التوتال نمبر اللي هو 120 أهو. أنا بقى دلوقتي عايز أطلع المود الأول. إزاي أطلع المود؟ أرجو الكل يركز معايا. هخش على التكرار. أكبر رقم في التكرار بكام؟ ها؟ 40 يا دكتور. حد مش شايف إنها 40؟ ها؟ أرجوك جاوبني. الكل متفق على إنه 40. يبقى أنا هروح على 40. إيه؟ 40. آه يب. هقول 40 minus the previous. يبقى 40 minus اللي قبله اللي هو 22. 40 minus 22 ب 18. هكتب هنا 18. شايف السهم بتاعي فين؟ هكتب هنا بالقلم الرصاص 1.8. انزل 40 ناقص 24. هكتب هنا 16. كده في اي مشاكل مع حد؟ يبقى انا جبت اعلى تكرار. جبت الفرق بين اعلى تكرار واللي قبله وجبت الفرق بين اعلى تكرار واللي بعده. هروح جاي قايل 14 minus 22 على النومينيتور divided by the sum of these two deviations او الفروق ده. يبقى هروح قايل 40 ناقص 22 اللي هي ب 18 اقسمها على 18 زائد 16 اهي. 40 ناقص 22 على 40 ناقص 24 اللي هي ب 16 زائد 40 ناقص 22 اللي هي ب 18. القيمه دي هضربها في عرض الفتره دي الانترفال ويدث ده اللي هو ب 5 زائد اللور ليميت اللي هو بكام؟ ب 50. اي حد عنده مشكله؟ ها شباب، احمد شريف، يوسف. تمام يا دكتور جدا. دكتور في حاجه. ها في حاجه قول. هو دلوقتي هطلع الارثمتيك مين عن طريق ان انا احسب اسمه ده اللي هي الاف اي اللي هي بعد السي اف بطلعها. أيوة. بحطها على ايه يعني؟ يعني ايه بطلعها؟ 120. انت شايف الرقم الاولاني اللي هو 97.5 ده يا يوسف؟ اه يا جدعان اللي فاتح المايك يا جدعان. ها شايفه. اوكي هضرب 32.5 تايمز 3 اهي. 32.5 times 3 هتديني 19.50 صح؟ ايوه. اللي بعديها ها يلا يوسف اضرب 37.5 times 10. times 10 ازاي؟ times 7 مش 7؟ انت بتضرب f في xi. بص فوق هنا موجود f في xi. ها كمل. okay. كمل بسرعه بس. 11 times 42 times 47.5 40. روعة. جبت بقى الأرقام دي كلها بعد ما حسبتهم وكتبتهم كده اجمعهم على بعض. هتمسك الكالكوليتر تقول 97.5 بلس 262.5 بلس 467.5 بلس تجمع كل دول على بعض هيطلع 6185. تمام. divided by 120 اللي هي بتاعت الفريكونسي التوتال فريكونسي. تمام كده خلصنا من الأرثماتيك مين. اي حد له استفسار لغايه دلوقت؟ خلاص اكمل. انا عايز احسب الميديان. اتفضل يا دكتور. طيب همشي بقى احسب الميديان. بصوا لي علشان مش عايز اكتب قانون عشان ما لخبطكش. خليك معايا بقى كده تاني. الميديان هعمله ازاي؟ شايفين ال 120 دي؟ ال 120 دي قسمها على 2. 120 على 2 بكام؟ 60. انزل على الكوميوليتيف فريكوينسي. قبل ما انزل انتوا عارفين الكوميونتي فريكوينسي انا جبته ازاي؟ انا شفت التلاتة اللي في الاول في الفريكوينسي رحت ناقلها. قلت 3 بلس 7 بقت 10. 10 بلس 11 بقى 21. 21 بلس 22 بقى 43 بلس 40 بقى 83 بلس 24 بقى 107. 107 بلس 9 بقى 116. 116 بلس 4 بقى 120. لازم في الكوميونتي فريكوينسي الفاينل انترفال او اللاست انترفال يكون الكوميونيتيف بتاعها بيساوي التوتال سايز نمبر سايز.
بعد ما عملت الكوميونتي فريكوينسي هروح امسك ال 120 اقسمها على 2 120 على 2 ب 60 همسك القلم بتاعي وانزل انا عايز اول انترفال اكبر من 60 انزل هتكون 83 يبقى هي دي شايفين الانترفال دي الانترفال اللي فيها 83 دي هدهنها باللون الاصفر علم عليها اهو هروح قايل 60 ماينس الكوميونتي فريكوينسي اللي اصغر من ال 60 اللي هي 43 يبقى 60 ماينس 43 ديفايدد باي كنا كنا 83 ولا لازم اعملها بال 60 اللي هو بتاعت لا انت النص بتاع الفريكوينسي يوسف انا 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 بعد ما جبت ده رحت ماسك ال 120 اللي هو السامبل سايز قسمته على 2 120 على 2 بكام ثاني رقم اللي هو في الكوميونتي فريكوينسي وشوف ثاني رقم اعلى رقم اعلى رقم دايركت اكبر زي مور ذان 60 يبقى انا هنزل كده اللي هو 83 هقول بقى 60 مالكش دعوه بال 83 امسك لي ال 60 ماشي 60 ماينس البريفيوس يبقى 60 ماينس 43 ديفايدد باي الكوميونتي الفريكوينسي بتاع الانترفال اللي فيها الميديان الانترفال اللي فيها الميديان بكام ب 40 الفاليو اللي تطلع الريشيو دي اضربها في الانترفال ويدث اللي هي بكام ب 5 5 بلس اللور ليميت بتاع الانترفال دي اللي هي 50 ارجوك عيدها لي تاني دي كده تطلع 52.125 جاست ا سك 52.125 يس ماشي شكرا دكتور جدا العفو رجاء لو في حد متلخبط يقولها معايا لوحده تاني ها شباب مس باربي ايوه ايه دكتور متابعاني تمام مفيش مشكله طيب تعرف تحسبي لي الميديان ده تاني تقوله لي تاني عشان الناس كلها تشوفه لا دكتور ها قولي مش عارفه احسب عشان انا بتلخبط في الحساب انا يعني انا لحد كده تمام انا فاهمه بس انا عارف ان انا عايز تاني طب ما تيجي نقولها مع بعض بلاش بالارقام قولي لي هتعملي ايه بص يا باربي تاني انت جبتي معايا الكوميونتي فريكوينسي خلاص تمام يا دكتور انا هقعد اتناقش معاك بسيب المايك مفتوح انت جبتي الكوميونتي فريكوينسي جبتيه ازاي ها قولي لي كده نقلت 3 بعدين قلت 3 بلس 7 بقت 10 بعدين 10 بلس 11 بقت 21 وكملت روعه مظبوط خدت ال 120 قسمتها على 2 بقت بكام 120 ديفايدد باي 2 يعني 60 بقى مظبوط مسكت القلم بتاعي دورت على الاول رقم مور ذان 60 انزلي كده فين اكبر رقم اكبر من ال 60 83 ستوب الانترفال دي الرو ده كله علمي عليه يبقى انا الرو ده معايا في دماغي دلوقتي ده اسمه الرو which كنت او الكلاس which contain the median او الميديان كلاس الميديان الكلاس اللي فيها الميديان الميديان المفروض انه هيبقى نمبر بتوين 50 اند 55 ده معنى كلمه الكلاس الكونتيننج الميديان عايز اجيبه بقى هجيبه ازاي هقول 60 ماينس البريفيوس يبقى 60 ماينس 43 الفاليو اللي تطلع دي ديفايدد باي 40 الفاليو بتاعت الريشيو دي تايمز الانترفال ويدث اللي هو بخمسه بلس اللور ليميت اللي هو ب 50 ده اللي هتلاقيه مكتوب عندك هنا تحت 60 minus 43 divided by 40 الفاليو اللي طلعت ضربتها في 5 الفاليو اللي طلعت رحت جامع عليها 50 يطلع 52.125 تمام مظبوط اوكي انا كده طبعا كده ظبطت معايا طيب انا بعد كده بقارن المين بالميديان بالمود هقارن الثلاثه ببعض المين بتاع المساله دي طلع 51.54 الميديان بقى 52.125 المود 52.64706 لو انت قارنت بينهم هتلاقي ان الشيب ده نيجاتيفلي سكيود انا ما شلت الرسمه بتاعته لان انا مش هزنقك فيها يعني انا خلي بالكو علشان عارف ان الحته دي بتلخبط انا يكفيني انك فهمت ان السيمتريك ديستريبيوشن المين بيساوي المود بيساوي الميديان ده يهمني النيجاتيفلي ان المين اقل من الميديان اقل من المود مش فارق معايا قوي لان انت معاك الورق ده او اي ريفرنس بوك هتقدر تعرف اذا كان نيجاتيفلي سكيود او بوزيتيفلي سكيود فدي مش هتبقى هي الحاجه اللي هتفرق معايا قوي يعني
بس فبالتالي في الامتحان انا مش هزنقك في الحته دي. يعني مش هاجي اقول لك مثلا لو المين لدن ميديان لدن مود يا ترى انت هتبقى نيجاتيفلي سكيود ولا بوزيتيفلي سكيود. مش هزنقك الزنقه دي لان انا عارف ان هم اصلا بيلخبطوا شويه. تمام كده يا اساتذه؟ هوبفولي انه تمام. طيب احنا انا عايز اخش في الميجرز اوف فاريابيليتي. اقدر اخش فيها على طول ولا تحبوني اسيب دي المره الجايه؟ احنا ما خدناش كميه كبيره النهارده. هتكون حمل كتير على ممكن ناخد حته منها تكون كتير. ممكن احنا ناخد بريك تحسن ونكمل. خليني مفيش داعي للبريك. لو انا اديتك بريك هيتعبني في عمليه الكونفرجن بتاعت الفيديو. هيبقى نص المحاضره سجلت ونصها مش هينفع. مش هتلاقيه هينفع انه يسجل ويبقى فيه مشاكل. هيحصل فيه كوربشن في الداتا. ممكن ناخد حته يا دكتور يعني مفيش مشاكل. لغايه دلوقتي بص كويس قوي في اللي انا قلته. انا قدرت احسب المين والمود والميديان اللي هما السنترال تندنسي ميجرز. الام ار برغم ان انا بعرف احسبه كويس لكن الام ار من الميجرز اللي يعني ايه مش عليه ستريس كبير لانه فيه عيوب كتير. فعموما في الوقت الراهن انا بعرف احسب السنترال تندنسي ميجرز. مهم قوي مع سنترال تندنسي ميجرز دي ان انا اقدر احسب ميجرز اوف فاريابيليتي. يعني تكنيك اقدر اعرف بيه هل الريليابيليتي بتاعت الارقام دي كويسه ولا لا. هل انا المصداقيه بتاعت الارقام اللي انا جايبها معبره عن الواقع ولا لا. اعرفها منين؟ تزداد الثقه بتاعتي كل ما عدد الاختلاف في العينه يكون اقل. يبقى كده الداتا مور تراستابل. والشركة أو المكان اللي أنا هشتغل عليه طالما ما فيهوش variations كتير يبقى أأمن إن أنا أشتغل فيه أكتر. بمعنى أدق أنت طبعا معاك ده فالdefinition موجود معاك تعرف تقراه مش هيفرق قوي. يعني أول measure من الميجرز بتاعت الـ dispersion اللي هو النوع التاني من أنواع الميجرز حاجة اسمها range. فاكر إحنا أول measure من central tendency لسه قايلينه حالا كان اسمه الـ MR. كنت بحسبه ازاي؟ اكبر قيمه زائد اقل قيمه بلس اللور باوند اجمعهم على بعض واللي يطلع اقسمه على 2 كده حسبت الرينج. ام سوري الميد رينج. الميجر اللي قدامه اللي بيعمل زي الميد رينج بالظبط ويوجد لي فرق الداتا اللي هو اسمه الرينج. طب الرينج ده بجيبه ازاي؟ بجيب الهايست فاليو اشيل منها اللوست فاليو ده اسمه الرينج. يبقى لو انا عندي ungrouped data بيانات ديسكريت ازاي احسب الرينج بتاعها؟ هجيب اكبر رقم اقل رقم اطرحهم من بعض. طب لو البيانات بتاعتي grouped يعني موجوده داخل frequency distribution زي اللي قدامي ده ازاي اقدر اطلع الرينج؟ في مدرستين يعني في two schools in statistics evaluating the range. One of them is stating when you need to get a range for a frequency distribution table like this, اوجد الكلاس مارك بتاعت اللاست انترفال اللي هو 67.5 وهات الكلاس مارك بتاعت الفيرست انترفال اللي هي 32.5 اطرحهم من بعض get the difference. هو ده الرينج وده القانون اللي مكتوب عندك هنا. يبقى انا بسهوله خالص قلت الاكس اي بتاع اللور باوند والاكس اي بتاع اللاست كلاس والاكس اي بتاع الفيرست كلاس طرحتهم من بعض هو ده الرينج بتاعي. واحده من السكولز برضو المشهوره على فكره اللي انا قلته الاولاني ده اللي هو الديفرنس بتوين اكس اي فور ذا لاست انترفال والفيرست انترفال هو ده اللي انا همشي عليه الترم ده معاك. في كلاس تاني من في مدرسه تانية من السكولز بتاعت الستاتستكس بتقول انا لو عايز احسب الرينج هبص على الابر باوند بتاع اللاست انترفال واللور باوند بتاع الفيرست انترفال واطرحهم من بعض هو ده يبقى الرينج بتاعي. الاثنين صح بس احنا بالنسبه لنا هنتفق مع بعض ان انا لو حبيت اجيب الرينج هجيب الرينج الديفرنس في الكلاس ماركس بتاع اللاست انترفال والفيرست انترفال خلاص جبته انتهى. يبقى اذا ده اول ميجر من الميجرز بتاعت الديسبرشن اللي احنا هندرسه. مثال بص على التو جروبس ده جروب نمبر A وده جروب نمبر A. جروب نمبر A بيرصد 8 سهم معين خلال 10 سنين او 10 شهور والجروب نمبر 2 بيرصد
أسهم بتاعت شركة تانية خلال 10 شهور. بص كده 55 60 65 70 75 80 85 90. بص على اللي تحتيها الجروب نمبر بي، الجروب نمبر بي 73 74 75 76 77 وهكذا. يا ترى أنه واحد فيهم؟ هات لي المين والرينج وكومنت اون ذا ريزلتس. طبعا عشان احسب الارثماتيك مين الامر سهل قوي، هقول 50 بلس 60 بلس 65 بلس 70 وهقسم على التوتال نمبر، طلع المين بتاع الفيرست جروب 77.5 والمين بتاع السكند جروب برضه 77.5. يبقى اذا الارثماتيك مين للفيرست جروب والارثماتيك مين للسكند جروب 100 100. ده ميجر اوف سنترال تندنسي او ميجر اوف لوكيشن. تعال نحسب الرينج. الشركة الأولانية أعلى قيمة فيها 100، أقل قيمة فيها 55. لا استنى ثانية، هات لي الرينج بتاع الجروب نمبر بي، أكبر قيمة وأقل قيمة. أكبر قيمة 82، أقل قيمة 73. بص الرينج بتاع الشركة الأولانية 45، في حين أن الرينج بتاع الشركة الثانية 9. يا ترى أنهي شركة أحسن ليا أخش أشتري فيها أسهم، الشركة نمبر A ولا الشركة نمبر B؟ حد ممكن يرد عليا؟ أعتقد B يا دكتور عشان الرينج بتاعها قليل. مظبوط، أنا مساند لرأيك تماما. حد له فكرة تانية؟ حد له رأي تاني؟ هو ممكن يكون جروب نمبر 1 اللي يعني بتاعه أعلى. ليه؟ عشان في الأخير طلعت 45. عشان الـ إيه؟ عشان جروب 1 في الاخير بتلعب 45. هو ال 45 بيعبر عن ايه يا كريم؟ ال 45 stand for what؟ الرقم ده stand ها for group A. ايوه اللي هو بيعبر عن ايه؟ what do you mean by 45؟ الرينج يا دكتور. ايوه الرينج يا كريم معناه الديفرنس بتوين اعلى فاليو اقل فاليو. كل ما الرينج يكتر كل ما الريسك تكتر. ايوه ما انا قلت حضرتك يعني الريسك فيها يبقى عالي. يبقى اذا الجروب الامن ليا انا بص دايما كابيتال، يعني عارف بالعربي دايما يقولوا ايه، وعلى فكره نفس المثل ده موجود بالانجليزي، راس المال جبان. فكر في الفكره. انا بس كان قصدي ان في ناس بتحب الريسك الاعلى برضه. والله انت 100 100 كريم، انت فعلا انت كده فاهم كويس قوي. بس اللي انا هقوله دلوقتي علشان اتاكد ان الكل فاهم اللي انت قلته لي دلوقتي. بصوا يا شباب، لاي واحد بيدور على ستابيليتي يعني بيامن خايف على فلوسه غير مقامر، فاهمني؟ غير مقامر. المبلغ اللي معاه خايف انه يضيعه، وغالبية المستثمرين بنفس الأسلوب ده. مش أما يجي يحسب دول هيجي إن الأفريج متساوي، يوم يبص على الديسبرشن، المكان اللي ما فيش فيه اختلاف كتير يبقى ده ستيبل أخش أتاجر فيه. ليه؟ لأن احتمال المكسب مش هيبقى مفرقع قوي، بس احتمال الخسارة بعيد قوي، فبالتالي مش هتبقى مور ريسكي فور مي. لكن في جامبلرز في ناس بتخش هو بيصطاد بيلعب بجزء من فلوسه، بيدرس بقى خلفية الشركة وخلافه. في الوضع ده بيختار الشركة اللي هي فيها رينج اكتر، لانه زي اللي بيلعب قمار. ما هو اللي بيلعب قمار بيدور على الحاجة اللي فيها رينج كبير جدا، فبالتالي يقدر يخش في ده regardless on risk. خلي بالك ان لو اللي انا بتكلم عليه ده سعر عملة مقارنة بالدولار مثلا، صاحب المال المستثمر اللي جاي يستثمر في اي بلد بيفضل البلد اللي حالتها مستقرة relative لreference او benchmark. يعني انا لما اجي استثمر في بلد، معلش سامحوني قوي، انا مش يعني طبعا يعني بغض النظر عن اي اسقاط يمين او شمال، لكن انا بتكلم من وجهة نظر انا راجل معايا فلوس وعايز قدامي بلدين، بلد A وبلد B. بلد A الكرنسي بتاعتها ستيبل مع البنش مارك بتاع العالم، بنش مارك العالم هو الدولار،
في الوقت الرأي يختلف في غيره، يطلع يورو ينزل ين مش عارف ايه، بس الكل ثابت على ان الدولار لازال حافظ وضعه ويعتبر بنش مارك بالنسبة للستاند للكرنسي عموما يعني، او لحالة الماركت في بلاد كتير. لو انا عايز اخش في البلد رقم A والبلد رقم B، لو الـ A في اختلاف كبير او تغير في سعر الدولار فيها ديلي، انا هبقى متخوف ان انا انزل بفلوسي فيها. على عكس ما يبقى عندي بلد تانية سعر الدولار فيها ثابت بقاله 15 او 20 سنة ما بيتغيرش، يبقى انا اختار مين؟ هختار البلد اللي فيها استابيليتي اكتر، اللي فيها رينج اقل، يبقى ده معناه ان ما فيهاش مشاكل اكتر. الناس قدرت تفهم يعني ايه ميجرز اوف ديسبرشن، ليه هي مهمة؟ تمام يا دكتور. انا مهم عندي يبقى عندي لوكيشن ميجر، وفي نفس الوقت بربطه بالديسبرشن ميجر. على فكرة، على فكرة يا شباب، والله اللي انا بقوله لك دلوقتي حالا هو فعلا الهدف بتاعي من الكورس. حضرتك لو حبيت تخش على انا عايز اروح احجز في فندق في الساحل مثلا، او رايح ايطاليا، انا بعشق امالفي، لو انا فعلا عايز انزل امالفي وبدور على ريتنج بتاع هوتيل هناك، اول حاجه هعملها هعمل ايه؟ هروح ابص على الفندق، هشوف سعر الاوضه اول انكلوسيف تمنها كام. عرفت سعرها هروح داخل على طول بصص على الريتنج او على الريفيو بتاع الناس اللي دخلت او قعدت في الفندق ده. اذا كان الماجوريتي من الناس مدية رينج متقارب من بعضه، يبقى المكان ده اامن بالنسبة لي ان انا انزل فيه. لو حصل فيه اختلافات كتير، يعني واحد مدي 5، ناس مدية 5 out of 5 وناس مدية 1 out of 5، كتير مدي 1 out of 5 وبرضه نسبة كبيرة مدية 5 out of 5، في الوضع ده الفندق ده انا الريليابيليتي بتاعته مش قد كده، المصداقية بتاعته مش قد كده. على عكس فندق تاني 4.2 4.3 4.5 4.1 4 مش عارف ايه 3.9 4.6، يا ترى انت لو مكاني تنزل في انه واحد؟ هختار اللي فيه 4.5. يس 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 اكزاكتلي رايت كده، انت فاهمني كويس جدا يا كريم، ارجو ان الكل يكون نفس الكلام ده. الهدف من الميجرز اوف ديسبرشن، تعال انزل معايا، ده اسهل ميجر. ناخد الميجر اللي بعد كده اسمه الافريج ديفيجن. على فكره الافريج ديفيجن بسيط جدا، هو كل اللي انا بعمله انا بوجد الديفرنسز ما بين كل اوبزرفيجن والاكس بار، ما بين كل اوبزرفيجن والمتوسط الحسابي. في حاله الانجروبد داتا هو سيجما الابسوليوت فاليو بتاعه الديفرنسز على السامبل سايز. في حاله الجروبد داتا بجيب الديفرنسز بين الكلاس مارك والميديان والمين وبعمله ابسوليوت، واللي يطلع اضربه في التكرار بعدين اقسم على السامبل سايز. تعال نشوفها على مساله من فضلكم. هقول مثل على الانجروبد داتا وهقف، وبعدين هكمل المحاضره اللي جايه مع مراجعه على الشابتر نمبر 3. انا منزل لك بي دي اف نزلته الاسبوع ده، هتكلم عليه الاسبوع اللي جاي واسجل محاضره مراجعه كامله. مش هقول حاجه الاسبوع اللي جاي، هتكلم على شابتر 3 وهتكلم على شابتر 2 وشابتر 1 فقط، يعني الاسبوع اللي جاي ريفيجن على كل اللي احنا خدناه بما فيه كماله الشابتر ده. انزل معايا بقى دكتور. احنا المفروض عندنا كام شابتر بالظبط؟ انت عندك ما يقرب من حوالي، يعني شوف هو اصل فيه شابترز بس هي مش كبيره، يعني يعتبر اكبر شابتر يعني اكبر شابتر هو الشابتر اللي احنا موجودين فيه ده، ده اكبر شابتر 3. لكن شابتر 4 و5 احنا عندنا تقريبا 8 شابترز، فاهمني؟ شابتر 4 و5 دول ممكن ناخدهم في مره، هما الاثنين مع بعض، فاهم؟ تمام. شابتر 6 قول مثلا يتاخد مره، شابتر 8 هقوله الاول، اذا فضل وقت هقول شابتر 7. تمام كده؟ تمام كده يا يوسف، متابع؟ ياخد لنا بكثير قوي 3 محاضرات مثلا ولا 4 محاضرات تقريبا، ما هو انت بتاخد محاضره في الاسبوع، انت قدامك مثلا ايه 4 اسابيع خلاف كده. لو انا احتجت مواعيد زياده هدي لك ليكتشرز زياده. تمام. هتبقى بالاتفاق، يعني هيجي مثلا زي يوم زي النهارده هلاقي هيتبقى قبل الامتحان اروح لك، ايه رايكم يا شباب انا اعمل لكم محاضره يوم الاثنين، ايه رايكم؟
نخش مع بعض ونعمل ريفيجن يوم الاثنين مثلا، يعني لو انا احتجت كده. فهمني يا يوسف؟ اه فاهم حضرتك يا دكتور. تابعني بقى، بصوا ماشي. البيانات اللي قدامي دي ungrouped داتا، لو سمحتم انا هسال اسئله وعايز الناس تجاوبني عشان اتاكد ان كله تمام. حد يقدر يجيب لي الام ار؟ ميد رينج يا دكتور هيبقى اصغر رقم. اصغر رقم على 2. روعه. يعني 11.2 plus 14.3 divided by، ولا لا اه صح كده divided by 2 11.2 على لو 82. طيب حد يقدر يجيب لي الرينج؟ حد يقدر يجيب لي الرينج؟ 11.2 minus 14.2 14.3 minus 11.2. تمام مش رينج، الرينج اصغر رقم ماينس اكبر رقم هو عكس الميد رينج. اكبر رقم ناقص اصغر رقم. اه طب سوري معلش. لا لا ابدا. اوكي طيب حد يقدر يجيب لي الاريثماتيك مين من فضلكم؟ ايوه هنجمع الارقام دي على عددها. مظبوط. يعني اقول 11.2 plus 11.9 plus 12 plus 12.8 plus 13.4 plus 14.3 على 6. طيب حد يقدر يجيب لي الافريج ديفيجن؟ في الوضع ده انا هحتاج الجدول اللي قدامك ده. بص على الجدول ده كويس قوي. ادي النمبرز 11.2 11.9 12. انا اول خطوه راح احسب الارثماتيك مين، اما جمعتهم على بعض طلعوا 75.6، قسمتهم على 6 طلعوا 12.6. تابعني قوي قوي يا يوسف، تابعني قوي يا احمد الشريف. هقول 11.2 minus 12.6 بعدين 11.9 minus 12.6 بعدين 12 minus 12.6. شايف انا بجيب الرو ده، بجيب الكولم ده. على فكره انا لو جمعت all these differences او all these deviations لازم هيبقى الريزلت بتاعتهم بتساوي زيرو. دي على فكره من الادفانتجز بتاعت الاريثماتيك مين، انك لو جبت الفروق ما بين كل البيانات والاريثماتيك مين وجمعتهم على بعض هتلاقي ان الريزلت بتاعتهم بتساوي زيرو. طيب الخطوه اللي بعديها بروح اجيب الكولم ده، شايف بستخدم الابسوليوت ميجر. الابسوليوت ده بعمله ازاي؟ بصوا الابسوليوت ده بعمله ازاي. الماينس بشيله يبقى ماينس 1.4 اخدها 1.4. ماينس 0.7 شيل النيجاتيف تبقى 0.7. ماينس 0.6 تبقى 0.6. جمع النمبرز دي على بعضها تطلع 5.4. ال 5.4 دي divided by 6، كده انت جبت الافريج ديفيجن اللي هو ميجر من الميجرز بتاعت السنترال تندنسي. هل في حد له استفسار مطرح ما انا واقف؟ تمام جدا يا دكتور. طيب شور كله تمام؟ ثواني معلش قول. الافريج ديفيجن القانون بتاعها تبقى اكس ماينس اكس العادي، يعني اكس اي ماينس اكس بار، يعني الاوبزرفيشنز ناقص الارثماتيك مين. يعني ال 5.40 على 6 اللي هي 6 اللي هي المفروض الارثماتيك مين. لا ليه 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 كده؟ انت دلوقتي جبت ال 5.4 دي منين يا يوسف؟ يوسف يوسف اختفى. جبت ال 5.4 دي ازاي؟ انا قلت 11.2 ماينس الارثماتيك مين اللي هو 12.6، ال 11.9 ماينس 12.6 بعدين شلت الاشارات بتاعتهم اللي هو الكولم ده. شايف الكولم اللي فيه 1.4.7.6.2.8.1.7؟ جمعت الديفرنسز دي على بعضها اللي هي 5.4 بعدين قسمت ال 5.4 دي على عددهم. هم عددهم كم رقم يا يوسف؟ 1 2 3 4 5 6. عشان كده قسمت 5.4 over 6. واضحه؟ اه تمام تمام. شباب كله تمام؟ في مشاكل مع اي حد؟ ها دكتور يا ريت لو نعيد عليها بس الاسبوع اللي جاي عشان دماغنا فصلت والله. يا ريت لو نعيد عليها بس المره الجايه قبل ما نبدا. هعيد عليها لازم زي ما احنا تعودنا باستمرار. قبل ما نبدا اي حاجه هراجع على اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. يا اوكي يا شباب مرة. خليني اقفل الشير دلوقتي وخلينا نبقى مع بعض دلوقتي. بصوا يا شباب
مهم قوي البيانات اللي انا اديتها لكم النهارده ان انت تحاول ان انت تذاكرها كويس، حاول انك تتابعها. رجاء نعيد المحاضره لو في اي مشكله، حاول تحل المسائل اللي انا اديتها لك لوحدك وقارنها بالبيانات اللي موجوده عندك، بحيث ان انت تتاكد ان ان شاء الله من غير مقاطعه ما يبقاش في اي مشكله مع اي حد. اوكي تمام يا شباب. دكتور يعني انا اصلا كنت فاشل، بس يعني والله ما حضرت حضرتك فهمتني كل حاجه. ان شاء الله ما فيش فشل ابدا يعني، ان شاء الله باذن الله. وانا مبسوط قوي ان حضرتك قادر تتابعني، وان شاء الله مش هيبقى في اي مشكله. واحنا مع بعض الهدف كله كل مره ان احنا نقعد نتكلم مره والتانية والتالتة، بحيث ان ما فيش حد يبقى بيهايند. ارجوكوا بس الشباب اللي انا ما سمعتش صوته النهارده يحاول انه يبقى مشترك معايا برضو المره اللي جايه. انا ممكن ما يبقاش عنده مشاكل، ما فيش اي حاجه، بس انا عايز احس ان الكل مساهم علشان ابقى متاكد ان الكل متابعني والكل اكتف وكده يعني. باشمهندس حسن، نقدر ناخد اتندنس؟ انا كده خليني، انا الصوره دي اهي موجود فيها اسامي الناس. بس باشمهندس حسن يا ريت لو حرك معايا خد الاتندنس. طيب خلاص، وانا موجود معاكم لغايه لما نخلص الاتندنس بتاعنا. اتفضل دكتور. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك ليك بيج على اليوتيوب صح؟ اها. موجود بقى عليها يعني كل الفيديوهات؟ شوف هاو تو اكسس، في طريقتين، يا اما انك تخش على الفيديو على ال ام اس، الفيديوهات اللي موجوده على ال ام اس، بعدين اول ما تخش على الفيديو اختار هتلاقي برضو الصوره بتاعتي كده انا من غير شعر واقف ورايا الهرم، اختار الصوره دي هيدخلك على اليوتيوب تشانل بتاعتي. اختار البلاي ليست، اما تختار البلاي ليست اختار السمر كورس بتاع الاستاتستكس وموجود فيه الكود بتاع الماده، هيروح فاتح لك كل الفيديوهات لغايه دلوقتي، اتفرج عليها ونزل منها واعمل فيها كل اللي انت عايزه. اوكي يا كريم. شكرا جدا يا دكتور بجد. الله يخليك، العفو. اي حد له استفسار قبل ما ناخد الاتندنس؟ اوكي، متشكر جدا جدا وسعدت ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا حققتوا الهدف بتاع المحاضره. وانا هقفل المايك واسيب باشمهندس حسن بقى ياخد الاتندنس. عنده ضمير. متشكر قوي 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 يا جماعه، شكرا. احمد علي رشدي، احمد حمدي، احمد ايهاب، احمد عمر. ايوه يا دكتور. ماشي. احمد طارق. ايوه يا دكتور. مش اسمه يا جماعه، يستنى لحد الاخر خالص ويقول لي اسمه. حسام عبد الرحمن. ايوه دكتور. ماريو، انا خلاص انا شايفك. انت سمعتني؟ مين؟ احمد طارق. سمعتك يا احمد. محمد ايمن. ايوه دكتور مع حضرتك. تمام ماشي. محي، هنا. ماشي خلاص انا شايفها. هي منى برضه عندها مشكله ساعات في المايك. مصطفى خالد. نعم يا دكتور. ندى ايمن. ندى ايمن وندى الشريف. ايوه دكتور. ايوه دكتور. ماشي. راح عمر اشرف. بندم يا دكتور. ماشي. عمر، لا عمر اشرف حلمي. لا انا عمر اشرف ده. عمر اشرف حلمي مش موجود. ماشي. مين بيقول ايه؟ ده تمام. عمر فهد. ايوه يا دكتور. عمر محمد. موجود يا دكتور. ماشي. رامز ناجي. ايوه يا دكتور موجود. سيف الدين سباعي.
تمام يا دكتور. يوسف احمد. يوسف احمد يا دكتور. يوسف احمد فتحي. ايوه دكتور يوسف احمد فتحي. يوسف احمد ابراهيم. ايوه دكتور معاك. يوسف علي. فندم. يوسف عمرو. ايوه ماشي. يوسف الامير. يوسف اسامه. ايوه يا دكتور. تمام. يوسف وليد. ايوه يا دكتور. ماشي. زياد جاسر. ايوه يا دكتور معاك. ماشي. باربي. ايوه دكتور. ايوه دكتور. تمام. علي حسين. ايوه دكتور. ماشي كده. الوحيد اللي ما سمعش اسمه احمد شريف صح؟ في حد تاني؟ طيب بكره يا جماعه ميعاد الساعه 12 الناس ما تنساش. تمام دكتور. مثلا بكره ميعاد يعني نقعد قد ايه مثلا في السكشن؟ احنا هنحل على نفس الدكتور شرحه النهارده، ف يعني بتتكلم ساعه ونص مثلا يزيد او يقل له حاجه بسيطه. معلش الديدلاين الاساينمنت امتى بكره؟ ايه ده الديدلاين بتاع الاساينمنت امتى بكره؟ معاك بكره طول اليوم مش مشكله. بصوا حاولوا دايما يا جماعه لما ندي اساينمنت قبل ما ادي الاساينمنت الجديد تكون سلمت القديم، فانا بكره هنزلك الاساينمنت الجديد بعد التوتوريال، فانت حاول تكون سلمت القديم في الرينج ده. تمام. يعني الديدلاين بتاع بكره الساعه 12 الظهر مثلا؟ يعني لو بعته بكره طول اليوم مش مشكله. طيب تمام شكرا يا دكتور. العفو يا باشا. هو في حد بيكتب لحضرتك يا دكتور في الشات؟ تمام يا شباب. خلاص شكل كده يا باشمهندس حسن. كل اللي بيبعتولي في الشات انا سجلتهم في الاتندنس يا جماعه. العفو يا دكتور تحت امرك. متشكر جدا يا باشمهندس حسن، متشكر على وقت حضرتك، متشكر للشباب كلهم. ارجو ان الكل يبقى يهتم ويحاول ان هو يحل لوحده. خلي بالك انا اكتر الناس اللي بتقابل مشاكل في الكورس ده اللي بيجي بيتابع سنه بسنه بس ما بيحلش بايده. انا محتاج ان الكل يحاول يحل بايديه، عشان كده اهتم بالاساينمنت بتاعتك وحاول انك انت تحلها باستمرار. متشكر جدا وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي، ولو في اي شيء او انت محتاج اي حاجه ابعت على الواتساب انا بتابعه على طول انا والبشمهندس حسن، او كلمني او سيب كومنتس تحت الفيديوز واتيفر. شكرا. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكر جدا يا باشمهندس حسن. شكر. احنا اللي شكرا. الله يخليك يا شباب. مع السلامه. مع السلامه.